in particular in vivo replication داخل الخليه. احنا بنعمل الكلام ده بقى in vitro في التست تيوب. عندنا قدرات باستخدام البي سي ار ان احنا نعمل نسخه من الدي ان ايه في التست تيوب ده يعتبر in vitro application او ليه احنا محتاجين اللي احنا محتاجينه عشان نعمل بي سي ار؟ اولا محتاجين الدي ان اي اللي احنا عايزين نعمل له امبليفيكيشن، صح ولا لا؟ في دي ان اي عايز اعمل له امبليفيكيشن عشان اعرف انه موجود. مثلا باخد عين دم من المريض عنده فيري فيو بارتيكل ببدا فيه في الاول، بستخدم بعمل الفيرست بي سي ار بير اوف برايمر محددين، وده اللي بيطلع لي في الاخر البي سي ار برودكت بالمنظر ده. بعمل بقى بحط البرايمر الاولاني لونهم الاسود ازرق ليه؟ ده البير اوف برايمر الاولاني. فعمل لي البرودكت الاولاني او البي سي ار بتاع كل الاولاني، بستخدم بيلو برايمر تاني اللي هم لون البرتقالي دول، بيطلع لي الفاينل برودكت تاني. وده الغرض من الناس البي سي ار. الحاجه الثالثه عندي تكنيك مختلف اسمه مالتي بليكس بي سي ار. المالتي بليكس بي سي ار ما بيبصش على هدف واحد، بيبص على ايه؟ ثلاث اربع خمس اهداف في نفس الوقت في نفس العيان. فبسمي هذا الكلام ايه؟ مالتي بليكس ديتكشن. ببص بقى اعرف ان في خمس اهداف او اربعه او ثلاثه جوه عينه الدم في نفس الوقت في نفس الدي دي. مش معقوله يعني، تخيل انت مثلا واحد ابسط مثال لهذا الكلام لو هي عندي عينه دم وعايز اعرف فيها هيباتيتس سي ولا لا، او هيباتيتس بي ولا لا، او اتش اي في ولا لا، او مش عارف ايه ولا لا، فدي مش عارف ولا ايه. يا سلام، هقعد اعمل بي سي ار ثلاث ساعات على اتش سي في، وبعدين اخلص احط ثلاث ساعات تانيين على اتش هيباتيتس بي فايرس، وبعد ما اخلص كمان ثلاث ساعات تانيين، لا انا كنت بقى شانس جاي. ففي مالتي بليكس بي سي ار بنبص على كل الفاريبلز دي في نفس الرقم. ففي خلال ثلاث ساعات بيكون عندي اربع او خمس اجابات على خمس اهداف في نفس الوقت. المشكله الوحيده في التكنيك دوت ان انا بستخدم لكل هدف بير برايمر مختلف. المشكلة الكبيرة إن ساعات لو اللي بيعمل التكنيك ده مش صاحي بيعمل برايمر، البرايمر عبارة عن سيكونس اي تي سي جي كلهم. فساعات البير اوف برايمر بدل ما يمسك في الهدف بتاعه يمسك في برايمر ايه؟ تاني. فلازم نشيك كل البرايمر اللي قصاد بعضها ان هم ما يعملوش ايه؟ بيس بيرنج او هايبريدايزيشن لنفسهم يسيبوا ايه؟ التارجتس بتاعتهم. دي حته مهمه جدا. الحاجه الثانيه لابد من اختيار درجه الحراره بدقه علشان كل برايمر بيمسك في الهدف بتاعه عند درجه حراره معينه. فعايز اظبط بقى ايه؟ عايز الناس لعيبه اللي بيعملوا مالتي بليكس بي سي ار بقى هم الفراوده بتوع البي سي ار. اللي بيعملوا مالتي بليكس دول الفراوده، الناس كلها بيبقى فيهم خلل بيعملوا بي سي ار. الفراوده بقى بيجيبوا خلل برضك يقدر يعمل ايه؟ المالتي بليكس بي سي ار اللي هو يظبط الكونديشن بتاعت السيكونس وبتاعت الايه؟ التمبريتشر ات ويتش they can each of the primer pair can identify and specific can be bind to its a target. ده فاريشن ثالث او رابع من الايه؟ من البي سي ار. عندي تكنيك رابع موديفيكيشن رابع للتيتش بي ان بي سي ار اسمه تاتش داون بي سي ار. ايه بقى تاتش داون بي سي ار ده ان شاء الله؟ تاتش داون بي سي ار فاريانت بي سي ار بتريديوس النون سبيسيفيك برايمر انيل. يعني ساعات البرايمر بيعمل انيلينج او بايننج للتارجت بتاعه بس مش للتارجت بقى، التارجت بتاعه ثلاث اربع تارجت تانيين، وده وارد يحصل في اي وقت لان عنده البرايمر بيخش بيلاقي السيت دي ان سيكونس، يعني بيلاقي قدامه مثلا ثلاثه ولا اربعه ميجا بيز من دي ان ايه، الثلاث اربعه مليون بيز وهو بيمسك في 20، فهيلاقي هنا 20 بالظبط وهيلاقي هنا 18 من 20 ممكن يمسك فيه شويه، وهيلاقي هنا 15 ممكن يمسك شويه، ففي احتمالات كتير. طب هو بيعمل ايه؟ بجرادولي بأول بيريديوس النون سبيسيفيك بايننج انيلينج باي جرادولي لورينج ذا انيلينج تمبريتشر بتوين سايكل. بيغير المفروض انيلينج تمبريتشر في البي سي ار العاديه سهله لكن ده بيبدا يغيرها. بيبدا الاول في الاول بيخلي الانيلينج تمبريتشر ايه عاليه. عاليه يعني فقط البرايمر اللي متطابق مع الهدف بتاعه تقريبا 100% هو اللي يقدر ايه؟ يمسك. اي حد تاني حتى لو البرايمر بتاعي 20 نيوكليوتايد ومتطابق مع منطقه ثانيه 19 من 20 ما يقدرش يمسك. فبالتالي بيعمل سبيسيفيستي قويه جدا في اول الرقم. وبيضمن ان الهدف بتاعي بس هو اللي بدا يحصل له ايه؟ امبليفيكيشن. بعد اول 3 4 رن يبدا يقلل الحراره عشان يسرع من عمليه تعرف البرايمر على ايه؟ على الهدف بتاعك ويبدا يشتغل. بنسمي الكلام ده ايه؟ تاتش داون بي سي ار. ده من ضمن الفاريشن. عندي فاريشن ثاني اسمه اول بي سي ار اسمه هوت ستارت بي سي ار. الهوت ستارت بي سي ار نفس الكلام بيبريفنت النون سبيسيفيك امبليفيكيشن في ايرلي ستيج من الرياكشن. بيحط انتي بادي. الانتي بادي ده بيمسك في الدي ان اي بوليميريز. البوليميريز عارف يشتغل؟
ما يعرفش يشتغل لغايه لما الحراره تبدا ترفع. اول ما الحراره تعلى برافو عليك يفك وابدا الدي ان بريمز يشتغل، علشان برضك يمنع ان لما احط الدي ان بريمز اصل هو انا بقى ايه، انا تكنيشن وحطيت معايا انبوبه وحطيت الدي ان بتاعي وبعدين حطيت الالكترونيوكليوتايد وحطيت كل حاجه وبعدين لازم احط البوليمريز صح ولا غلط، مش لسه بقى ما هروح اعمل الفيلم سكت البوليمريز اول ما يخش وهيحسب وهيشتغل صح ولا غلط، لا انا حطيت له ايه معايا انت بادي موقفه لغايه لما انا اخلص شغلي واظبط التيوب واكتب عليها واروح الجهاز واحطه واقعد اكلم مع زميلي شويه ده وزميلي شويه دوت وارد على التليفون مش عارف ايه، كل ده هو واقف مستنيين. لو في البي سي ار العاديه هيشتغل حتى لو الحراره بتاعته 37 هيبدا يشتغل 37 مش بالدرجه كبيره ولكن هيبدا يشتغل 37، فهنا بظبطه ان هو يشتغل لما الحراره ايه تعلى والبي سي ار اكشن ايه يشتغل. بسمي الكلام ده ايه؟ هوت ستارت بي سي ار. طيب التطور الهائل اللي حصل في البي سي ار بقى اللي هو ايه؟ الريل تايم بي سي ار، هو ده بقى التوب نوتش بي سي ار تكنيك. البي سي ار الريل تايم بي سي ار ده تكنيك دقته عاليه وبيطلع لي الريزلت بتاعتي زي ما قلت لحضرتكم امبارح او امبارح تقريبا على الكمبيوتر مونيتور بيطلع لي على طول في الريل تايم. يعني بعرف انا مثلا لو عندي انا مثلا بعمل تحليل وعندي 40 عينه بعملهم رن في نفس الوقت، مش هقعد استنى ثلاث ساعات قبل ما الرن تخلص وبعدين اخد عينه عينه واحط الدي ان ايه واحطه على جيل واعمل له الكتروفوريس وابدا اشوف فيه ولا لا. لا ده ال 40 عينه شغالين او لغايه 100 يعني بياخد لغايه 98 عينه او 96 عينه، لغايه 96 عينه شغالين اللي فيها الفيروس او اللي فيها الميوتيشن تبدا على طول على شاشه الكمبيوتر ايه تظهر لي على طول، ممكن اروح اخد سماعه التليفون خلي بالك المريض رقم كذا الاشاره عنده بدات تبقى ايه موجه، ده ريل تايم بيسي خلاص، فبيدي لي ريل تايم مونيتورنج اوف ذا ايه امبليفيكيشن ذا بي سي ار اوف ذا سامبل. ده التطبيقات الطبيه تحديدا مهمه جدا ولكنه برضه تكنيك فيري اكسبنسيف معاني كتيره جدا ما بتقدرش ان هي ايه تافورد ان هي تدفع لا سعر الجهاز ولا سعر الكيجو بتاعها. ايه اللي بيحصل في البي سي ار في الريل تايم بي سي ار؟ هنا بقى في خدعه صغيره بتحصل. احنا عارفين ان كل بي سي ار بستخدم كام برايمر؟ اثنين صح؟ التباشيره، التباشيره على الاستراند ديت والتباشيره في الناحيه الثانيه. لا هنا بقى في الريل تايم في ثلاثه. نفس الاولين الاولانيين واحد من هنا الفورورد والثاني ريفرس، بس في واحد ثالث في النص عليه ايه؟ عليه كوينشر وفلورسنس زي ما احنا شايفين هنا. يبقى ادي الدي ان ايه بتاعي اللي هو الازرق والاحمر، عندي فورورد برايمر اللي هو جرين ارو، وعندي ريفرس برايمر اللي هو جرين ارو تمام، وبعدين عندي برايمر ثالث او بروب ثالث هنا هو برضك ماسك التارجت بتاعي. يبقى التارجت بتاعي بتم التعرف عليه بكام حاجه؟ بثلاثه مش باثنين، يبقى تو برايمر وكمان بروب اللي هو برضك عباره عن برايمر يعني بس بنسميه بروب عشان عليه ليه. البروب دوت عليه كوينشر وعليه ايه؟ فلوروفور. الفلوروفور ده كل اللي يعمل فلوريسنس مين يطفيه؟ الكوينشر، فبالتالي مفيش فلوريسنس ظهر. لما يبدا الاكشن يشتغل ويجي البوليمريز بقى يشتغل من هنا ويبدا يعمل استلام هيلاقي مين في سكته؟ هيلاقي الكوينشر في سكته، هيبدا يكسره عشان هو عاوز يشتغل، هو بيشتغل وعمال يحط اوليجوكليوتايد عمال يحط عمال يحط، جاء بقى ده مين؟ البروب في سكته، هيبدا يكسره عشان يبعده ويكمل شغله. اول ما يكسره بيبعد الفلوروفور من الايه؟ من الكوينشر، هلاقي الكوينشر بيحصل على طول فلوريسنس. فده التكنولوجي بتاعت الايه؟ الريل تايم بي سي ار. الريل تايم بي سي ار ما بتعتمدش التكنولوجي دي تحديدا اسمها تاكمان برو اللي هو حكايه الفلورسنس كوينشر مع الفلوروفور مع بعض. ولكن في بروب تاني حاجه اسمها موليكولار بي تايم دي كنستري مختلفه برضك شغاله ريل تايم بس بدل تاكمان شغاله ايه؟ موليكولار بي تايم ليها تكنولوجي مختلفه. في حاجه ثالثه اسمها سكوربيون برو العقرب وبيعمل برضك احنا مش هنجيب كل دوت ده تفاصيل زياده عن اللزوم. ده تكنولوجيا ثالثه، تكنولوجيا ثالثه. في حاجه رابعه اسمها سايبر جرين، ده تكنولوجيا رابعه. فكل هذا الكلام بس تحت الامبريلا بتاعت مين؟ الريل تايم بي سي ار. انا بس بحاول اعرفك ان بي سي ار ده تكنولوجي روبست واكسباندد وليها فاريشن كتيره جدا وتطبيقات اكتر عشان نعرف بنتكلم عليها. الفاريشن السابع قال لي سبيسيفيك بي سي ار. يعني ايه قال لي سبيسيفيك بي سي ار؟ البي سي ار ديت لو نفترض ان عندي مريض وفي عندي جين مثلا مريض عنده سيستيك فايبروزس تمام؟ حلو. السيستيك فايبروزس دوت ممكن يجي من الجين بتاع السي اف تي ار بيحصل فيه ايه ميوتيشن.
بس ممكن يكون في ميوتيشن ممكن ما يكونش ايه يعني انا مش شبه في المريض احتمال يكون عنده ايه عنده اعراض السيستيك فايبروز ده غلط بيسيب الجهاز التنفسي صح ولا غلط ممكن يكون عنده سيستيك فايبروزس ممكن يكون عنده حاجه ثانيه تيوبركلوزس بقى مش عارف حاسس اي حاجه في الحاجات الصدريه تمام فانا قلت لان الجماعه بتوع المذكره الدروسي كلاب لو سمحتوا يا جماعه بصوا لي على الميوتيشن الفلانيه اللي هي مثلا منتشر يعني في الشعب مثلا من بلد معينه وبصوا لي على الميوتيشن ديت في السي اف تي ار جين بتاع السيستيك فايبروزس عشان عايز اعرف هو عنده سيستيك فايبروزس ولا عنده حاجه ثانيه تمام في بي سي ار اسمها قليل سبيسيفيك بي سي ار بيكون البي سي ار ديزاين بحاجتين البي سي ار بيكون البرايمر بيتعرفهم على الجين بتاع السيستيك فايبروزس اللي ما فيهوش ميوتيشن اول جين اللي فيه ايه ميوتيشن فبتكون قليل سبيسيفيك يعني لو حصل امبليفيكيشن يبقى حاجه من الاثنين يا اما يبقى فيه ميوتيشن او ما يبقاش فيه ايه ميوتيشن يعني البي سي ار بالديزاين ان هي تتعرف على الدي ان ايه لو في ميوتيشن ما فيهوش ميوتيشن مش هتعرف عليه فدي بنسميها ايه قليل سبيسيفيك يعني في الحاله دي قليل الجين ما هو عندي الجين الطبيعي بيكون قليل والميوتيتد بيكون قليل تاني وفي ميوتيشن ثالثه ده قليل تاني وان سو اون سو ده الفاريشن السابع بتاع البي سي ار في عندي فاريشن ثامن من البي سي ار بيكون اسيمتريك بي سي ار ايه بقى ان شاء الله الاسيمتريك بي سي ار بمنتهى السهوله انا مش بحط اثنين برايمر للبي سي ار مش بحط اثنين برايمر واحد بيمسك في الاستراند دي واحد بيمسك في الاستراند دي ايوه بس انا كان ليا مزاج اعمل امبليفيكيشن لاستراند واحده ومش عايز الثانيه لسبب ما انا عندي هدف من هذا الكلام فايه اللي بعمله؟ بحط برايمر بتركيز كبير جدا 10 اضعاف البرايمر ايه؟ الثاني لما البي سي ار يشتغل هيعمل لي امبليفيكيشن لمين اكتر؟ لان في برايمر اكتر. فدي بنسمي الكلام ده اسيمتريك ما فيهاش سيمتري ما فيهاش تناسق عمال بعمل امبليفيكيشن لوان ستراند من الدي ان ايه والثانيه بعمل لها حاجه بسيطه جدا بس عشان ما يحش يشتغل ولكن انا مش انترست في الثانيه بسمي الكلام ده ايه؟ اسيمتريك الفاريشن التاسع بسميها هيليكيز ديبندنت بي سي ار. الهيليكيز ده انزيم موجود في خلايانا احنا كلنا، زي ما الخلايا كل خلايا جسمنا فيها دي ان ايه وفيها دي ان ايه بوليمريز اللي هو بيعمل كوبي من الدي ان ايه، فيها برضك انزيم اسمه ايه؟ الهيليكيز. الله الهيليكيز ده وظيفته ايه؟ مش الدي ان ايه بتاعنا بيعوز يعمل ريبليكيشن؟ يبقى عشان يعمل ريبليكيشن لازم نجيب مين؟ الدي ان ايه بوليمريز. طب عشان الدي ان ايه بوليمريز يشتغل لازم الدي ان ايه يفتح صح ولا غلط؟ ولا هيعمله هو كده مطبق على بعضيه؟ ما ينفعش. طب هل هو بقى فيه هيتر جوه كل خليه؟ فيه سخان هيقعد يسخن عشان يفصل؟ لا. امال فيه ايه؟ في انزيم اللي هو الهيليكيز، الهيليكيز ده وظيفته انه بيعمل انوايندنج للايه؟ للدي ان ايه. فقالوا نعمل نفس الكلام، هنعمل في الحاله دي بي سي ار ونشيل خطوه الهيتنج ونحط مكانها ايه؟ الهيليكيز. في الحاله دي البي سي ار دي ما بتعوزش ايه؟ الهيتنج الاولاني. بتعوز لان عاملين عندي مين؟ عندي هيليكيز. Does this make sense؟ اخر فاريشن مش اخر فاريشن هو اخر فاريشن النهارده بس احنا قلنا ان في حوالي اب تو 20 فاريشن من البي سي ار. اخر فاريشن بالنسبه للبي سي ار اللي هو ميثيليشن سبيسيفيك بي سي ار. يعني ايه ميثيليشن سبيسيفيك؟ احنا قلنا ان عمليه الميثيليشن ساعات الخليه بتستخدم عمليه الميثيليشن يعني ايه ميثيليشن؟ يبقى احط ميثايل جروب اللي هي سي اتش 3 على اي حته من الدي ان ايه. بتعمل عمليه الميثيليشن عشان تخلي حته من الدي ان ايه ما تشتغلش بتسكتها فبتقعد تعملها ايه؟ ميثيليشن 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 على كذا حته ورا بعض فالحته دي بتكون ايه؟ بتبقى دورمنت شويه بتجمع فانا عايز اعرف هل الحته دي فيها ميثيليشن ولا لا فعندي ايه؟ ميثيليشن سبيسيفيك ايه؟ بي سي ار بتعرف الحته دي من بي سي ار كان فيها ميثيليشن الحته دي من دي ان ايه كان فيها ميثيليشن ولا ايه؟ ما فيهاش ميثيليشن من غير الخوض في التفاصيل احنا في الحاله دي قلنا 10 فاريشن من بي سي ار 10 استخدامات و10 موديفيكيشن و10 ابلكيشنز كتيره جدا وهي تكنولوجي قويه ولكن بيعيبها ان هي محتاجه اكسبنسيف ريجنت محتاجه اكسبنسيف اكويبمنت محتاجه هاي تريند سكيلز محتاجه هاي انفراستراكشر ما ينفعش تحط ريل تايم بي سي ار في المعمل ما فيهوش الكتريسيتي ما فيهوش ثلاجه في بعض الاحيان ما فيهوش اير كونديشننج ما عندكش هاي تريند تكنيشن مش اي حد يعرف يتكلم يعني يشغل الجهاز اي حد يعرف يشغل الجهاز بس يجي بقى تلاقي البيك مش مظبوطه ولا البند مش باينه ولا اي في بروبلم في البي سي ار ما لازم يكون عندك حد اكسبرت في المجال دوت عشان يعرف يحل لك المشاكل فبتاخد عينه من المريض ما انتش عارف المريض ده خد دواء ايه ولا ما خدش دواء ايه ولا ايه اللي عنده وتاخد العينه ممكن يكون
يكون المريض واخد الدواء، الدواء اللي المريض بياخده ده اصلا حضرتك ايه؟ انهبيتور لدينيا بوليميريز. تيجي تعمل بي سي ار الاشاره هو ده سلبه، سلبه مش لان المريض ما عندوش المرض او ما عندوش الفيروس، لان هو بياخد دواء، الدواء دوت جاي في عينه الدم وبيطلع لي في الاختبار بتاعي بيعمل انهبيشن لدينيا بوليميريز ما بيخليش البي سي ار بتاعتي. فبالتالي انا تقول لي لا انا عملت البي سي ار وما اشتغلتش. يبقى المريض ايه؟ سالب، هو مش سالب، هو في مشكله في الاول. مين يعرف هذا الكلام يا جماعه؟ التكنيشنز الصحيه، التكنيشنز المظبوطه، الناس البروفيشنال المظبوطين في هذا المجال عندهم خبره عاليه، هم اللي يقدروا يحددوا الكلام. عشان كده بنقول محتاجين هايلي تريند تكنيشن عشان ده هايلي سوفيستيكيتد. وطبعا لو الجهاز حصل فيه حاجه هتقعد جنبيه عشان تعمل اي حاجه لغايه ما يجي لك الانجينير بقى ربنا يسهل كام كذا يوم ان شاء الله. دي ايه؟ الاي بي سي. الابلكيشن بتاعت بي سي ار كتيره جدا، سيلكتيف دي ان اي ايزوليشن، دي ان اي سيكونسنج، جينيتيك هازارد ديتكشن بروب فور سادن بلوتنج اند نودل بلوتنج، جينيتيك فينجر بريزنج في الفورنسيك في الطب الشرعي بيستخدموا الكلام دوت في انفستيجيشن بتاع الكرايمز والكلام دوت. امبليفيكيشن اند ابلكيشن اوف دي ان اي، ديتكشن اوف جينيتيك باي ماركرز بتاع الكانسر وغير الكانسر وغير انفكشس ديزيز. يعني تقريبا الاستخدامات الرئيسيه للمولوكيولا ديجنوستكس بصفه رئيسيه على الجينيتك ديزيز وعلى ايه؟ الانفكشس ديزيز. وطبعا الهيماتولوجي دي اكبر استخدامات، يعني مفيش معمل تقريبا ما بيجيلوش عينات في اليوم على انفكشس ديزيز وعلى هيماتولوجي وعلى جينيتك ديزيز. وطبعا بنحضر فيها انتيكولز عشان نعمل ريفليكت زي ما ان شاء الله. الدروباكس سوفيستيكيتد ريجن سبنسر انسترومنتيشن سكيل تكنيشن اند ادفانس لاب انسترومنتيشن. هذا الكلام بيعيد التكنولوجيا تستمر، زي مثلا النهارده كنا بنتكلم الصبح وبعدين القصيم مثلا اتكلم عن القصيم لقينا ان في حق التحضر وقال ان عنده معمل في ريل تايم بي سي ار، معمل واحد في ريل تايم بي سي ار على تقريبا كام مواطن موجود في القصيم فوق المليون تقريبا. طبعا ليه؟ علشان نفس الاسباب ديت. هل معمل واحد يغطي المليون؟ ولكن النتيجه لان في ليميتيشن التكنولوجيا مش عارفه ايه تصل للمهندس. لو نيجي بقى نتكلم على دول افريقيا وعلى سب سهارا افريقيا بقى ودول افريقيا اللذيذه دي، طبعا عشان تعمل مساحه تعمل مساحه فين ان شاء الله؟ لا هو في كهرباء اصلا ولا في ثلاجه ولا في كونديشن ولا في تكنيشنز هيعملوا هناك البي سي ار؟ طبعا ده كلام مش موجود. فبالتالي لازم نعمل تكنولوجيا يا جماعه لو تك، لو تك يعني التكنولوجيا بتاعتها القليله مش عايزه سوفيستيكيشن عالي ولكن تقدر تخدم المريض. انا الهدف بتاعي مش الاستعراض، الهدف بتاعي ان عندي مريض وعندي خدمه طبيه بحب اقدمها وبحب اقدمها للناس اللي محتاجينها الاكثر اللي هم غير قادرين على ان هم يدفعوا ثمن التكنولوجيا المتقدمه. هنبدا نتكلم على ان في منافسه بدات تحصل من بي سي ار من النانو بارتكلز. النانو بارتكلز دلوقتي بدات ان هي يتم استخدامها لبعض تطبيقات البي سي ار. على سبيل المثال انا لو عايز اعمل سيكونسنج، انا عايز اعرف عندي جين وعايز اعرف عايز اعمل له سيكونسنج، تمام؟ بستخدم ايه على طول؟ لازم اعمل بي سي ار الاول، صح؟ لازم ما اقدرش ابعت للشركه عشان تعمل لي سيكونسنج ابعت لها دي ان اي قد كده، هي بتقول عايز كميه كبيره عشان تعمل سيكونسنج من الجهاز بس كميه كبيره من دي ان اي، صح ولا غلط؟ فعشان ابعت لها لازم اعمل الاول ايه؟ بي سي ار، اعمل امبليفيكيشن واللي يطلع لي اروح بعته للشركه تعمل لي سيكونسنج. طب هنقول حاجه بقى ان شاء الله، هل اقدر استخدم النانو بارتكل ان اعمل سيكونس ان اعمل امبليفيكيشن عشان ابعت سيكونسنج؟ طبعا ايه؟ لا، فالنانو بارتكل ما بتنافسش في هذا المجال. لسه ما زالت البي سي ار والبي نيدد عشان تعمل امبليفيكيشن عشان اعمل انف دي ان ايه ان اعمل له ايه؟ امبليفيكيشن. اي اعمل له سيكونس. النانو بارتكل ما بتنافسش في الحته دي. النانو بارتكل ممكن تنافس في الديتكشن اوف نيوكليك اسيد تارجت مع البي سي ار ولكن مش في حته السيكونس. ما الا اذا طلع حد بقى ان شاء الله بتكنيك ممكن يعمل سيكونسنج من غير ما يعوز ايه؟ كميه كبيره من الدي ان اي. وفي الحاله الحاجه اللي البي سي ار دي دايما ايه؟ ودي حاجه انا دايما بشجع الريسيرشرز الصغيرين. دايما تسال نفسك سؤال، لو حد يقول لك احنا بنعمل الطريقه دي كده، دايما السؤال اللي بيطلع منك الاول كيعني كباحث مشاهد وليه ما نعملهاش بطريقه ثانيه؟ لما يقول لك لا لازم تعمل كده الاول، انت دايما تفكر هاو كان يو جو اراوند ذس؟ لان ده هو ده الايه؟ الانوفيشن. اول ما تبدا تقول الناس يقول لك كلنا لازم عشان نتكلم بصوت عالي وصوت هيوصل لازم نتكلم في الميكروفون. تقول ليه الميكروفون؟ طب ما احنا ممكن نعمل كده طبعا حاجه يعني ما لازم الميكروفون لا لا انا عامل حاجه ثانيه. وليه الميكروفون يبقى شكله كده يعني ضخم وان شاء الله يعني حاجه صعبه وتقيل وحديد؟ ليه ما نعملش حاجه صغننه خالص سنسور في السقف هنا
صغنن خالص كده بس السيتيف بتاعته عاليه اول ما اتكلم يوصل على السماعات من غير كل اللي صار احنا قدام البيت مثلا هو ده الانيميشن زي ما اقول لك انا لازم اعمل بي سي ار عشان اعمل سي تقول لي ليه لازم انا هفكر في حاجه تكسر كونفنت الموضوع This is the beginning to ايه to innovation لو نبدا نراجع في الديتكشن اوف ديزيز بايو ماركرز ايه هي الكرايتيريا بتاعها اللي هي محطوطه من الاتحاد الامريكي للكيمياء الكلينيكيه الامريكان اسوشيشن فور كلينيكال كيمستري اللي هي الاشور كرايتيريا الاشور كرايتيريا اللي هي ايه اي اسيد بيتعرف على تارجت ديزيز بايو ماركر لازم يكون افوردبل اول حاجه يا جماعه تكون افوردبل ما تعمليش اسيد يتكلف $1000 مين اللي هيشتريه سوفيستيكيتد وجميل ولذيذ وكل حاجه بس $1000 اعمل بيه ايه مريض هيقدر يدفع 1000 مريض ما يقدروش يعمل هذا الكلام فلازم دايما واحنا كريسيرشر بنحاول نطور تكنولوجي لازم نحط البيشنت بتاع احنا بنخدم بيشنت ولا احنا بنخدم نفسنا ولا احنا بس عايزين نقول ان احنا عملنا حاجه فانسي لا احنا بنحاول نقدم سيرفيس تمام فوي هاف تو كيب دايما الكوست اند ذا برايس اند ذا ماركت ان مايند وعلى فكره ده بيدفعك انك انت تبقى ايه انوفيتيف ده برضك بيجي لك كوش انك تبقى ايه؟ انوفيتيف لان عايز تعمل انوفيشن حاجات غاليه طب ايه طب ايه نعمل ايه من غير؟ طب نتخلص منها ازاي؟ حاجات اكسبنسيف الحاجه الثانيه السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي سنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي يعني الاسيد بتاعي بيقدر يتعرف على التارجت بتاعه بطريقه محدده ولما يكون موجود في كميات ايه؟ قليله مش لازم الفيروس السي يبقى في المريض 30 مليون في المليمتر من الامراض بتاعه عشان الاسي يعرف لا انا عايز اسي يعرف لما يكون فيه 10 بارتيكل بس مش 20 مليون ولا 10 مليون دي بنسميها ده بيكون اسي محترم واسي كويس وهتبقى الاستراتيجيه بتاعته في الماركت كويس ليه لان بيقدر يحدد فيري فيري لو كونسنتريشن والمنين والديفيشن ليميت بتاعه لازم يكون يوزر فريندلي للتكنيشنز اللي موجود في المعمل ما يكونش معقد ليه؟ عشان ما يسحبش وقت التكنيشنز بتوعك ولازم نعرف حاجه ان الاسي لما يكون معمول من 10 خطوات كل خطوه يا جماعه ليها سي في يعني ايه سي في بقى ان شاء الله؟ سي في مش السي في اللي ببعتها عشان الاقي شغل لا سي في يعني كوفيشن اوف فاريشن معدل اختلاف او معدل خطا فلو عندي تكنيشن بيعمل 10 خطوات كل خطوه ليها ايه؟ كوفيشن اوف فاريشن يا سلام عندي 10 خطوات اضرب بقى بروفيشنال فاريشن هنا وهنا 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 النتيجه ان شاء الله هتبقى يعني صوبيا او حاجه زي كده تمام فاحنا بنحاول نقلل الخطوات وبنحاول نغير البروفيشنال فاريشن علشان على قد ما نقدر نخلي الريزلت لحد كبير لخالد صحيح لازم يكون الاسي رابد وروبست سريع ليه؟ في المجال الطبي يا جماعه عشان تعمل افيشنت هيلث مانجمنت من مريض مش مريض واحد السيستم كله يبقى طيب كده وبيتحرك بسلاسه لازم يكون الريزلت سريع الدكتور مش عايزك يعني انت بعد روح اعمل تحاليل ودي العينه يقول لك ايه تعالى لي كمان يومين ثلاثه هو بيقول لي تعالى يومين ثلاثه مش عشان القاسي بياخد يومين ثلاثه عشان هو عنده كت الكت ده 100 حاجه فعمال مستني زي بالظبط لو انت رايح تركب ميكروباص نقل جماعي ومستني يحمل المعمل مستني يحمل وحضرتك قاعد مستني والعينه بتاعتك قاعده في الثلاجه وبيحصل ديجراديشن للحاجه اللي المفروض تتعمل والفايبر تايب بتاعك عمال يقل وحضرتك ايه مستني اللي يحمل ده بالظبط اللي بيحصل مش عايزين كده يا جماعه عايزين عينات تتعمل بسرعه لازم السيستم يكون افيشنت ورابل يبقى كعينه هوبفلي بعد دلوقتي السيستم خلاص في انترنت وكام سلم العينه قول لي كمان 3 4 ساعات خش على الويب سايت هتلاقي النتيجه بتاعتك وممكن ابعت لك كتكست مسج على السيلفون بتاعك الريزلت ايه لو عندنا افيشنت هيلث سيستم عايزين المريض عايز مساعده وعبال ما تلاقي الدكتور بقى وتحجز معاه تاني حدوته الكلام دوت ومشاكل هوبفلي بيكون اكويبمنت فري يعني مش عايزين اجهزه اصلا لان الجهاز مشكله الجهاز عايز حد يشغله وعايز صيانه وعايز ريجنتس وعايز اير كونديشن وعايز ثلاجه جنبيه وعايز حدوته كبيره جدا لو الافضل ما نقولش ان مفيش جهاز اللي هو ايه يا جماعه؟ اللي هو البوينت اوف كير تيستنج ديفايس اللي هي زي اختبارات الاختبارات الحمل اللي بنشتريها من الصيدليه حاجه بلاستيك كده تحط عليها عينه من المريض يعرف عنده بريجنسي ولا لا او زي اختبارات السكر شريط صغير كده تحط عليه نقطه دم هوب يدي لك ايه الرقم بتاع السكر ده بتسميها ايه؟ بوينت اوف كير ديفايسز يعني اختبارات الطبيه بجوار المريض او نير بيشنت ديفايسز او نير بيشنت تيستنج ده افضل حاجه من ان
انا اقعد استخدم اجهزه ولازم ابعت المعمل المركزي والمعمل المركزي حد يبقى بيرد عليا قبل ما يبدا الحمل. ديليفري بوت ودوس كونيكت بتبدا الخدمه الطبيه ديت تبدا انها توصل للناس اللي محتاجينها اكتر. المجموعه البحثيه بتاعتي احنا طورنا جول نانو بارتيكلز انوديفاي يعني ما لهاش ديفكشن على السيرفس بتكون بلين بلين واختار التكنولوجيا نقدر نتعرف على الهباتات السي فيروس زي ما شرحت امبارح تقريبا. التكنولوجيا بتعتمد ان الجول نانو بارتيكل في حجم النانو تقريبا 15 نانومتر بنصنعها عند 15 نانومتر بيكون الشحنه على سطحها شحنه سالبه. وبعدين بيحصل بايندنج للاوليجونوكليوتايد على السطح بتاع الايه؟ الجول نانو بارتيكل. والاوليجونوكليوتايد اللي هي ديت ممكن سلك الكتب. الجول نانو بارتيكل هنا عليها اوليجونوكليوتايد او دي ان اي سيكونسز سبيسيفيك للهيباتيتس سي فيروس ار ان اي. لو حطيت عينه دم مريض وكان عنده اتش سي في ايه اللي هيحصل؟ الاوليجونوكليوتايد اللي هنا هتقول لا والله ده انا عندي سيكونس هنا كومبلمنتري ريح وتروح هنا تمسك في الاتش سي في ار ان اي. يبقى الجول نانو بارتيكل بقت انبروتكتد كانت الاول بروتكتد بالايه؟ بالاوليجونوكليوتايد وعليها شحنه سالبه وبيخلوا بعض بيخلوهم بين بعض لان البارتيكل دي نيجاتيفلي تشارج والبارتيكل اللي جنبها ايه؟ نيجاتيفلي تشارج فيبعدوا عن بعض. لما يبدا يبقوا مش محميين الحاله ديت بيبدا يحصل اجريجيشن للجول نانو بارتيكل نظرا لوجود صوديوم كلورايد تركيز معين في الرياكشن وده بيغير اللون بتاع الجول نانو بارتيكل من ريد الى ايه؟ الى بلو. هذا الكلام بيديني فيجوال سيجنال ان المريض دوت عنده سي. لو هي فضلت ريد الزمنيه معنى كده ان المريض دوت ما عندوش التارجت بتاع الحاله دي ولا تسي. انا بستخدم في الحاله دي يا جماعه بنسميها ايه؟ ان موديفايد جول نانو بارتيكل يعني نانو بارتيكل مش حصل لها موديفيكيشن على السيرفس بتاعها بلين زي ما انا عملتها زي الصادمه. عملنا كذا تراين للبيشنت عملنا مره على 45 بيشنت مره على 75 بيشنت مره على اكثر من كده وبتطلع نتائج بالنسبه للسنسيتيفيتي والسنسيتيفيتي بتاعتها في حوالي 90% نتائج قريبه جدا من الحاجات الموجوده فين؟ في الماركت بالمقارنه بالريل تايم بي الاسي اكيوريت وان اكسبنسيف حوالي تقريبا عشر التكلفه او تقريبا توم الى عشر التكلفه من التكلفه البي سي ار بي سي ار. الاسي سريع ما بيحتاجش اكويبمنت بيأتشيف ديجنوزس اوف اكتيف اتش بي انفكشن ان وان ستيب بدل اثنين اللي هي الانتي بادي والبي سي ار. الاسي سهل ومش عايز انفراستراكشر عالي عايز ليمتد انفراستراكشر تحديدا محتاجين حاجتين سنترفيوز صغير وهيتر هو ده كل احنا محتاجينه. لا محتاجين تايمان سايكلر بقى ولا ريفريجريتور ولا اي حاجه حاجه من الحاجات التانيه. دي مقارنه سريعه بالنسبه للمواصفات بس احنا قلناها اوريدي. طبقنا هذا الكلام برضه زي ما قلت النهارده تقريبا على التي بي وده طبق التاني ولكن الدي ان اي وهنتكلم دلوقتي على الدي ان اي كمان شويه. الاخبار بتاعتنا دي طلعت في مجله نيتشر مجله نيتشر اوتلوك عملوا ده عملوا ريبورت عندنا وطلع هذا الكلام في سنه 2011 على التكنولوجيا اللي احنا طورناها. وطلعنا كمان في ساينس ماجازين. في مجموعه ثانيه من الباحثين يا جماعه طورت اختبار ثاني استخدام الجول نانو بارتيكل بس الحاله ديت استخدمت موديفايد عشان كده كنت شويه كل شويه مركز عمال اقول ايه ان موديفايد جول نانو بارتيكل. انت مش واخد بالك انا ليه بقول ان موديفايد يعني جول نانو بارتيكل وخلاص لان يعني في مجموعه ثانيه بتستخدم استراتيجيه مختلفه اللي هي بتستخدم الايه؟ الموديفايد جول نانو بارتيكل. في الحاله ديت بيجيبوا الجول نانو بارتيكل ويلزقوا عليها الاوليجونيكليوتايد سيكونس بتبقى ماسكه في الجول نانو بارتيكل مش زي عندنا بيبقوا ماسكين الاول حاجه بينانكو بينان كده هيدروفوبيك انتراكشن وبعد كده بيبقى واحده ثانيه يسيبوا ويمشوا. هنا لا هنا الاوليجونيكليوتايد ماسكه وما بتسيبش ايه؟ الجول نانو بارتيكل. هو عامل التست دوت علشان يعرف الايكولاي جينوميك دي ان ايه مثلا عايز يعرف ان في ايكولاي ولا لا في عينه قتل مثلا عايز يعرف فيها ايكولاي ولا لا في كونتامينيشن للايكولاي ولا لا فعامل جول نانو بارتيكل وعليها اوليجو برو كومبلمنتري لمين؟ للايكولاي دي ان ايه وبيحط الكلام ده والله لو العينه فيها ايكولاي ايه اللي هيحصل؟ الجول نانو بارتيكل هتبدا تمسك في مين؟ في التارجت بتاعها وتبعد عن بعضها ويسيب اللون يبقى ايه؟ احمر. في الحاله دي اللون الاحمر معناه ايه؟ بوزيتيف. انا عندي في الاختبار بتاعي الاحمر معناه ايه؟ نيجاتيف رب لان هنا تكنولوجي مختلفه او استراتيجيه مختلفه. نيجي بعد كده لو عندي هنا في دي ان ايه بس ما هوش بتاع ايكولاي ده حاجه ثانيه فبالتالي البار
بارتكل مش هتمسك فيه وهتفضل متجمعه ولون بتاعها يبقى ايه؟ بيربل او بلو. في الحاله دي هذا يعني ايه؟ ان العينه نيجاتيف فور فور ايكوال. ده تكنولوجيا ثانيه او طريقه ثانيه باستخدام الايه؟ النانو بارتكل. في عندي طريقه ثانيه لاستخدام الجول نانو بارتكل عشان اعمل ديتكشن للسناب. يعني ايه سناب؟ سنجل نيكلوتايد بوليمورفيزم. يعني ايه؟ يعني نفس الكلام ميتيشن. يعني كان في عندي في الدي ان ايه؟ سي وبعدين نتيجه لخطا ما السي بي تشارك حط مدام لاتين او ايه او بلو او اي حاجه ثانيه بس حصل ايه؟ حصل طفره او ميوتيشن قد يكتب عندها ايه؟ لا قدر الله برضه هتحصل عندها مشكله. بعمل الكلام ده ازاي؟ بحط على السيرفس بتاع الشيب كده بحط هنا الاليل اللي فيه ميوتيشن وهنا الاليل اللي ما فيهوش ايه؟ ميوتيشن. وبعدين ببدا احط التارجت بتاعي. التارجت بتاعي هيعمل لو هو فيه ميوتيشن مثلا هنا نفترض ده الوايلد تايب وده الميوتيشن اللي هو الازرق. نفترض التارجت بتاعي كان هو كويس الوايلد تايب اللي هو الطبيعي هيمسك في الحته بتاعت الوايلد تايب وهنجيب انا اوليجونيكلوتايد تاني عليه جولد نانو بارتكل هيمسك فيه هيعمل هايبرنيزيشن من الناحيه الثانيه. يا جماعه عامله عمليه الزيبر الزيبر اللي هي السوسته كده هنعمل زيبنج في الاول عشان نمسك التارجت وزيبنج تاني بالسيكونس تاني عشان نحط الجولد نانو بارتكل. بعد كده بعمل انهانسمنت للسيلفر وبعمل ديتكشن اعرف ان التارجت بتاعي للمريض بتاعي كان ما فيهوش ميوتيشن وكان ايه؟ نورمال وايلد تايب. لو مسك في الازرق يبقى اعرف ان ده هو عنده ايه؟ عنده ميوتيشن. تمام؟ تكنولوجيا رابعه لاستخدام الجولد نانو بارتكل بتستخدم حاجتين. بنستخدم تشينج في الكالر اللي هو ريد وبلو وبتستخدم في نفس الوقت فلوريسنس مع بعض. يعني بتديني اشارتين اشاره فيجوال واشاره ايه؟ فلوريسنس. طب انا محتاج اشارتين ليه؟ انا محتاج اشاره فيجوال عشان اعرف على طول هو موجب ولا ايه؟ سالب. ومحتاج الاشاره الفلوريسنس عشان اعمل بيها ايه؟ كوانتيفيكيشن اعرف كمين الفلوريسنس اقدر اقيسه بجهاز ايه؟ فلوروميتر. في الحاله دي اقدر اعرف ايه؟ الاشاره قد ايه؟ هل الاشاره من كاليبريشن كيرف هيطلع عند المريض عنده 10,000 اتش سي في الملي ليتر ولا هيطلع عنده 10 مليون؟ هذا الكلام اللي بيعرفه لو عندي كذا عندي فلورومتريك سيجنال او ان انا بقدر اعمل ايه؟ كاليبريشن كيرف وبشوف السيجنال. بجيب الجول نانو بارتكل وعليها البرو وعليه فلوروتاك. الفلوروتاك بيعمل فلوريسنس صح ولا غلط؟ هيحصل لك كوتشنج للجول نانو بارتكل مش هتشوف سيجنال. لو انا حطيت التارجت اللي هو اتش سي في البروب ده هيسيب الجول نانو بارتكل ويمسك الاتش سي في ويديني ايه؟ فلوريسنس ايميشن. وفي نفس الوقت الجول نانو بارتكل هيبداوا يجمعوا مع بعض ويديني كلر ايه؟ بلو. في الحاله ديت انا عندي جنريشن اوف كالوريمتريك سيجنال اللي هي تشينج اوف كلر فروم ريد تو بلو. الحاجه الثانيه فلوريسنس جنريشن اللي هو ممكن استخدمه في عمليه الايه؟ الكوانتيفيكيشن. الله. احنا في المعمل عندي طالب كان كامل عمل سيلفر نانو بارتكل وسيلفر نانو بارتكل دي السيلفر نانو بارتكل عملها بطريقه جديده باستخدام السيلفر نايتريت باستخدام الاكستروز وباستخدام التراي سوديوم سيتريت وباستخدام السوديوم نيتريت اربعه الايجنت دول قعد يلعب ويظبط الكلام ده مع بعضه لغايه ما عمل سيلفر نانو بارتكل اللي هي بفئات الايه؟ الفضه النانو متريال. السيلفر نانو بارتكل يا جماعه معروفه ان هي ليها انتي بكتيريال افكت. وفي ناس كثيره بتعملها بس احنا عملناها بطريقه مختلفه صديقه للبيئه، يعني ما بتولدش عندها مخلفات كيميائيه بتضر بالايه؟ بالبيئه. المشكله ان احنا بدانا نغير في الكونديشن او كان يعني مش انا، كان بدا يغير في الكونديشن بتاع السيلفر نانو بارتكل. بص اللي حصل ايه؟ اللي حصل نلاقي ان هو بيبدا يكون اشكال غريبه. الكلام ده يا جماعه بالميكروسكوب الالكتروني اللي هو السكاننج الكترون ميكروسكوب التكبير هنا تقريبا ربع مليون مره. الحاجات اللي شايفينها دي متكبره ربع مليون مره او ساعات 150,000 كده يعني. السايز هنا الارو دوت زي ما انت شايف الخط دوت 100 نانو متر. فدلوقتي لقينا الاشكال بتاعه السيلفر نانو بارتكل السي دي عامله زي الورده تقريبا زي شبه الورده. وبعدين في وقت من الاوقات هو بيغير الكونديشن طلع بيراميد بيتحكم في الشكل بتاع بيراميد ومره طلع لنا ستار ومره طلع لنا كيوبس ومره طلع لنا بريزم. فبتغيير الكيميكال كونديشن بدا يتحكم في شكل الايه؟ السيلفر نانو بارتكل اللي بتطلع في نهايه الاكشن. ودي حاجه خطيره جدا. احنا قلنا قبل كده ان من ضمن العوامل اللي بتحكم فيها في النانو تكنولوجي ان انا بغير ايه؟ بغير السايز
عندي من 1 ل 100 ل 200 ل 300 نانو متر، واي تغيير في السايز بيؤدي عندي تغيير في الايه؟ في الخواص، صح ولا غلط؟ وبرضك بغير الشحنه، هل هي سالب ولا موجب ولا متعالي؟ ده بيغير الايه؟ الخواص بتاعت النانو بارتكل. والحاجه الثالثه بغير الاليمنت اللي هو نفسه، هل هو سيلفر؟ هل هو جولد؟ هل هو حديد؟ هل هو مش عارف ايه؟ ده برضك بيغير الايه؟ الخواص. وحاجه رابعه لما ابدا بغير الشيء، هل هو سفير؟ هل هو كيوب؟ هل هو فلاور لايك؟ هل هو ستار لايك؟ مش عارف ايه؟ ده برضك بيديني خواص ايه؟ جديده. كل نانو بارتكل معتمده على الاليمنت بتاعها وعلى السايز وعلى الشيب وعلى التشارج، كل الكريتيريا دي بتديني نانو بارتكل بكريتيريا مختلفه ويكون لها استخدامات مختلفه. استخدمنا السيلفر نانو بارتكل وحطينا عليها تو ديفرنت جروبس بيتعرفوا على نيوكليك اسيد تارجت، ادي سيلفر نانو بارتكل ده الاي جي يا جماعه هو الرمز الكيميائي للسيلفر تمام؟ فهو الاي جي وعندي تو ديفرنت جروبس لما بيبداوا يمسكوا في التارجت عندك ايه؟ كونتامينيشن يا حبيبي. ليه؟ لانك انت عملت بليون كوبي من الدي ان ايه، تيجي بعد كده تفتح الانبوبه يطلع على زاز صغير خالص ينزل على البنش، تمسك البنش تمسك العيله اللي بعدها يخش جوه العينه هوب يحصل له امبليكيشن تقول لك غلطان ده بعد كده مفيش حاجه. ولذلك افتكرت في امريكا كانوا بيقولوا لنا ايه؟ If you contaminate a molecular diagnostic lab burn it and go somewhere else، ولع فيه وروح يعني حتى التحكم في الكونتامينيشن عمليه صعبه جدا. بالظبط كده، لان عمليه التحكم فيها صعبه. وانس انك انت start contaminating a place بتبقى عمليه صعبه جدا في التحكم. بس الريل تايم بي سي ار يا جماعه بيغنيك عن انك انت تفتح التيوب. التيوب بتطلع الابلكيشن ما انتش محتاج تفتحها. خلاص انت عملت ديتكشن خدت التيوب بين البي سي ار بتقل. احتمالات الكونتامينيشن هنا بت ايه؟ بتقل. في استراتيجيز كتيره للتحكم في الكونتامينيشن من ضمنها ان بحط كيماوات كيميائيه مع البي سي ار. ولما البي سي ار الامبليكون بيتكون في انزيمات تبدا تاكل فيه. بيديني سيجنال في الاخر بس السيجنال اللي هو كديني نفسه بيبقى يحصل فيه تاكل يحصل فيه اخطاء يجي بعد كده ندخله في عينه ثانيه ما يحصلوش امبليكيشن. ففي استراتيجيز كتير للتحكم في الكونتامينيشن بتاع البي سي ار. الحاجه الثانيه ان طبعا في معمل اي معمل مهمه للموسي اكيد خالد بيقول لك في حاجه اسمها اليوني دايركت. في اي معمل كلينيكال كيمستري خش من الباب ده اهلا وسهلا، تخش من الباب ده اطلع من هنا، وبعدين ما جالوش ميكروب مش هيقع مفيش مشكله. بس هو المشكله ان الاي دي يجي يبوظ جهاز المناعه وبعد كده يجي اي ميكروب معدي يخش يلاقي ما يلاقيش اصلا حد يقابله يخش كانه تخبيته تقريبا. فبالتالي دي مشكله. فبالتالي الكومبانيشن يعني معظم مرضى الايدز بيموتوا اساسا او بيتبهدلوا بايه؟ بالتيبي. وبعضهم او عدد من الصغير منهم بيكون اصلا عنده تي بي ليتنت. يعني ايه ليتنت؟ دورمنت. تي بي دخل عندهم ونام. لان هو تي بي بيخش يلاقي جهاز مناعه قوي يروح نام يعمل دورمنسي ويخش وينام. وما يبانش عامل اي اعراض. يجي بقى يجي المريض حاجه وجهاز المناعه بتاعه يضعف يبدا التي بي يطلع بقى ويخلص على ذلك. تمام؟ علشان كده معظم المرضى اللي عندهم ايدز او اتش اي في اساسا بيموتوا او بيحصل لهم كومبليكيشن منين؟ من التي بي. عشان كده ان واحد عنده ايدز يجي له تي بي ده تقريبا يعتبر ديث سنتنس. اعراض التي بي ايه؟ من اول بور ابيتايت، برودكتيف كاف، نايت سويتس، ويكنس، دراي كاف، فيفر، ويت لوس، جاسترو انتستال سيمتومز، اعراض كتيره جدا جدا. وفي كمان هو المفروض بيجي للصدر، يعني في عندنا بالمونري سيمتومز صح ولا غلط؟ اعراض في الجهاز الصدري. بس في كمان اكسترا بالمونري سيمتومز. والدكاتره اللي مش شاطرين ما خدوش بالهم خالص من حاجه، واحد عظمه بيوجعه. الدكتور يفكر على طول مين؟ عنده ارثرايتس، عنده روماتيزم، وعلى طول يقول بقى شويه مش عارف ايه وشويه ايه واعمل انفرايت شغال على طول، وهو اصلا يكون عنده ده اكسترا بالمونري تي بي هو اللي عامل الايه؟ مشاكل البول والجوينت والكلام ده والفرق، هو مش علاقه خالص بس ما بيعملش انفستيجيشن، الدكاتره عندنا ما بتعملش انفستيجيشن. حاجه بس الديول تسمع سيمتوم على طول يجي لك ايه؟ ميديكيشن. انتشار المرض في العالم زي ما انتم شايفين اهم حاجه عندي 22 هاي بيردن كونتريز، في 22 دوله في العالم اللي هم لونهم اخضر غامق ده
هم اللي عندهم اكبر نسبه انتشار لمين؟ للتي بي. فبيسموهم 22 هاي بيردن كانتريز، يعني عندهم اكبر نسبه اصابه لايه؟ للتي بي. وطبعا من غير ما نقول اسامي الدول، انتم شايفين طبعا الخريطه وعارفين الجغرافيا كويس وتعرفوا كل واحد لونه ايه ونسبته كام. بالظبط. ودي مصر تقريبا. ليه مرض السل وصل لحد قريب من الانتشار ده؟ اكيد في عوامل بتؤدي، يعني عشان يصيب واحد من كل ثلاثه على الكره الارضيه اكيد في اسباب للكلام ده. اول حاجه ايربورن ترانسميشن، انها عن طريق مين؟ الهواء. الهباتيتس سي على سبيل المثال او الايدز لازم عن طريق مين؟ عن طريق الدم. يعني لازم هياخد وحده دم جوه، لو وسخ يكون حظك العسل كمان، ولو وسخ عشان يجي لا قدر الله الهباتيتس سي او يجي لك اتش اي في هذا الوقت. لكن التي بي لا، ممكن تكون راكب اتوبيس او نقل جماعي او واحد كده جاي عطس جنبيه ومش عارف ايه وعنده سل وطلعت البطن في الاير وحضرتك خدتها في الدكتور وخايف على كده. الدروبلت نيوكلياي ريمين سسبندد، لما حد له عطس او كح الدروبلت اللي طالعه من اللي عنده بتفضل متعلقه في الهواء لفتره على ان حد تاني ممكن يجي برضك ويتنفسها ويبقى في. عشان كده دايما انا افتكر والدتي واحنا صغيرين دايما افتح الشبابيك وهوي، ودايما يا ماما الجو ساقع بس افتح وهوي افتح وهوي، ده حاجه فيري هيلثي. 10% develop an active infection. 10% من المصابين بيجي لهم active infection، التانيين بيجي لهم ايه؟ الدورمنت او latent infection. Cannot be predicted with non-specific clinical symptoms. The clinical symptoms بتاعته non-specific زي ما شفنا. على فكره كل الاعراض هو يعني احنا بيجي لنا ايه؟ مش وجع في البطن شويه وعرق شويه وحراره شويه ودوخه شويه او صداع شويه، هي الدور يعني لو تبص لكل الامراض دي هتلاقي كده. يعني لو تبص الكلينيكال سيمبتومز بتاعتنا هي يعني حوالي 6-7-8 حاجات لكل الامراض اللي بتيجي، فما لم يكن يحصل انفستيجيشن دقيقه للمريض في الحاله دي احنا بنعمل بور دايجنوزس وبالتالي رونج تريتمنت. لو نيجي نبص يا جماعه من ضمن برضك عيوب التي بي انه كميكروب كبكتيريا له سيل وول عنيفه جدا. تركيبه السيل وول ده التركيبه بتاعتها، بصوا كل البوادي الكيميائيه ديت، ده الانر ميمبرين، ده حاجه اسمها ارابيزو جلاكتان، ده بيبتيدو جلايكان، ده مايكوليك اسيد لاير، دي كبسول، كل ده تركيبه السيل وول بتاعت التي بي. عشان كده بضطر اعالج المريض طبعا لو انا بديله مضاد حيوي وعايز المضاد الحيوي ما شاء الله يعدي لي كل التجارب. يعني المضاد الحيوي هيجي لي كده ولازم يختلط كل الطبقات دي عشان تخش البكتيريا ان شاء الله. عشان كده بضطر البريد بتاعي ايه؟ بديله كذا مضاد حيوي، ساعات بديله اثنين او ثلاثه وبستمر معاه من 6 شهور الى ايه؟ سنه، عشان طبعا ابدا اختلط الايه صدق تاني. الباكرو وبكتيريا تبركلوزس بيكونوا مجموعتين، في حاجه اسمها يعني بيكون ام تي دي كومبلكس ونون ام تي دي كومبلكس. في بعض الكائنات البكتيريا بتكون نون تبركلوزس غير مجموعه الايه اللي بتعمل التي دي. ايه هو التحديات اللي بتخلي التحكم في مرض السل صعب؟ اول حاجه الفاكسين اللي موجود يا جماعه اسمه دي سي جي. الفاكسين ده موجود من حوالي سنه 60، من سنه 60 لغايه النهارده ما طلعش فاكسين جديد. وفي دول كتيره جدا ما بتستخدمش هذا الفاكسين، يا تعمل فاكسينيشن للناس بتوعها. احنا في مصر عندنا تطعيم السل ده اجباري، هو بتاخده في الكتف هنا. امريكا مثلا لما في امريكا قعدت فيها ما فيش تطعيم خالص، ما بيعترفوش اصلا بالتطعيم ده، كانوا بيعتبروه عليه فعليا. وهو تاثير الفاكسين ده في بعض بيختلف من شعب لشعب او من بوبيليشن للتاني من حوالي 30% 40% 50 70. فهو لكن الدول بعض الدول مستخدماه وبيكون مانداتوري يعني تطعيم اجباري على كل الولاد الصغيرين، لازم شهاده التطعيمات يكون خان تطعيم السل، حين دول تاني اصلا ما بتعتبرش ان ده اصلا تطعيم كويس او اصلا تطعيم. الايربورن مود اوف ترانسميشن انفكشن كود اوكيد فروم تو بسيط، يعني اثنين بكتيريا يخشوا للانسان كافي ان هو يجيب له ايه؟ سل. اللايف بيرسيستنس بيستمر في الرئتين ما لم يتم اكتشافه ويتم معالجته بطريقه مطوله خالص. تريتمنت اوف مينيمم يعني حد ادنى 6 مانث. وطبعا دي عندي مشكله، انت متخيل انا مش عارف كام فيكم يعني بعد شهر عليكم يعني حد بياخد علاج، انا مثلا في دواء باخده عشان مش عارف ايه وحبايه الصبح يعني مره انسى،
ومره بقى مش فاضي عايز ينزل الشغل مش فاضي اخدها عشان مش لاقي كوبايه ميه ومش عارف ايه وده يعني حبايه واحده. تخيل بقى لو انت بتاخد مضاد حيوي ولازم تاخده كل يوم لمده 6 اشهر وكمان كذا دوز الكومبلاينس بتاع البيشنت بيكون قليل. ده نطالب كمان انك تبدا البيشنت معاه فلوس يدفع للدواء والدواء موجود وان هو قادر يتحمل الاثار الجانبيه. فعمليه الكومبلاينس دي عمليه مهمه جدا وفاكتور كبير في ان المريض يتخلص من المرض. نتيجة للمشاكل دي بتاعت الكومبلاينس وان مفيش مريض معظم المرضى يعني ما بيلتزموش بالعلاج ده ادى الى ظهور ايه؟ انواع من التي بي مقاومه للمضادات الحيويه وده بيسموها المالتي دراج ريزيستنس وكمان المالتي دراج ريزيستنس والاكس تي ار كمان الاعنف منهم يعني طلع لي سلالات من التي بي لا تستجيب لاي مضاد حيوي. لو حد جاله حاجه منها خلق المضاد بتاعها. عملية بقى ست أدوية لغاية ما تكرر ودي الخطورة اللي حصلت دلوقتي. الحاجة الأخيرة واللي بتعطل جهود التحكم في التي بي أو الحاجة الأولانية مش حاجة أخيرة اللي هي الاختبارات الموجودة حاليا في السوق للتحكم في أو للكشف عن وجود مرض السل في المريض هي اختبارات لسه مش بالكفاءة الكافية وبتعاني من صعوبات كبيرة جدا زي ما هنشوف كمان شوية. ايه تكلفة التيوبركلوزيس يا جماعة؟ أول حاجة هو هيلث بيردن هو عبء على النظام الاقتصادي لأي دولة ليه أو على الشخص كمان إن ده بنحتاج نحتاج كوكتيل من الدراجز كوكتيل من الدراجز مش بعالج بأنتبيوتيك واحد بكذا أنتبيوتيك وفي الحالة دي بعاني من سايد افكت كتيرة ده غير الكوست تريتمنت كوست ده غير إن أنا بستمر من 6 ل 24 شهر علاج غير إن في لوس أوف إيه المريض بتاعي اللي بياخد كذا مضاد أنت بتاكل ساعات لا قدر الله وجالك دور برد ولا حاجة أو برونكايتس أو مش عارف إيه الدكتور يقول لك خد مضاد حيوي كام يوم 6 أيام صح ولا غلط؟ 6 أيام أسبوع ساعات لو حب يزود عليك شوية يقول لك خليك 10 أيام طبعاً بتبقى مش قادر تقوم السرير تاخد حباية المضاد بين إيدك وبنتين ولا حاجة الموضوع خلاص أنت كده مش رايح حاجة. تخيل بقى بنتكلم على 6 ل 24 شهر يعني حاجه طبعا يعني ظريفه. الديتكشن اوف تي بي بينقسم الى نوعين ممكن ديتكشن اوف ان تي بي كومبلكس وديتكشن اوف دراج ايه ريزيستنس يعني عمليه الاختبارات بتقسم الى نوعين في اختبارات بتكشف على في تي بي ولا مفيش تي بي ده واحد في اختبارات ثانيه مخصصه للكشف عن ايه؟ التي بي لو كان مضاد للمضادات عنده مناعه للمضادات الحيويه دي مجموعه ثانيه من الاختبارات طبعا اكثر تعب معها فريكونس تي بي او نوت تي بي ده مش اكسبير ده انا والميكروبكتيريا ممكن بيكون انواع من الميكروبكتيريا بتكون تيوبركلوزس وفي مجموعه ثانيه مش بتكون ميكروبكتيريا بس ما هياش من الميكروبكتيريا بس مش الميكروبكتيريا ايه كومبلكس بيكون بيسموها نون تيوبركلوس ميكروبكتيريا. اول حاجه في اي مستشفى لو عندي مريض مشتبه اصابته بالسل على طول باخد عينه من الايه؟ من السبوتر بتاعه من القصاص وببدا احطه تحت الميكروسكوب وابص عليه وبنعمل نيل زيلسن او زيل هيلسن ستيننج وبنبص لو في ايه؟ مايكروبكتيريا بيطلع منها بالمنظر دوت معنى كده ان عنده ايه؟ عنده تي بي. ولكن طبعا الاختبار دوت تاني عندك كتاب بتاع حوالي 60% او يعني ايه 60% يعني لو عندي 100 مريض عندهم هيقول لي عندي 60 بس عندهم لما يتفاجئ مش هيطلع ان هم الاجابه بتاعتهم ايه موجبه. بيعتمد على خبره التكنيشن اللي بيعمل الاسي بيعتمد على العينه اللي بتاخدها اللي هي السبوتر وهل خدت عينه كامله ولا لا وبالصدفه طلع فيها تي بي ولا ما طلعش فيها تي بي. لو ما طلعش فيها تي بي يبقى ما عندناش تي بي. الفاريابيلتي بتاعت التكنيك زي ما بنزود الفاريابيلتي سنسيفتي من 20 ل 80% والفيلير واللو باسيلري لو المريض عنده تي بي عدد قليل مش هيطلع في العينه وفي الحاله دي هنقول ان هو نيجاتيف. طبعا بنعمل اكس راي وبنشوف السدر بتاعه لو في عنده هي الباتشز اللي هي بتكون شبكه اللي هي انديكيشن للانفكشن كيس. الحاجه الممتازه جدا بالنسبه للكشف عن تي بي الكالشر بنعمل بكتيريا كالشر. البكتيريا الكالشر اللي ممكن نعملها على باكتيك اللي هو الميجن سيستم 960 ديت حاجه تقريبا لو طلعت موجب يبقى عنده تي بي ما طلعتش موجب يبقى ما عندوش تي بي ده ما فيهاش هزار دي. ايه مشكلتها بقى؟ تقعد اسبوعين. فدلوقتي المريض لا طب راجع انت دلوقتي طبيب وجالك مريض عند الشارع عنده تي بي الحاجه سهله اعملوا له يا جماعه سمير مايكروسكوبي
عملنا سنين مايكروسكوبي طلع نيجاتيف للتي بي. قلت لهم طب ابعتوا كالشر. قال لك الكالشر تقعد اسبوعين. تعمل ايه؟ هل تبدا تعالجه بانتبيوتيك ولا تستنى اسبوعين؟ بيبدا يعالج سواء عنده او هو بايه؟ ما عندهوش لانه ما عندوش اوبشن ثانيه فبيضطر يقعد. بس نتيجه الكالشر معروفه ولكن عيبها انها تاخد ايه؟ استنى اسبوعين يعمل عبرزان في النتيجه. في الحاله دي بضطر اعالج بانتبيوتيك تقريبا شهر الا ضهر. حاجه عمياني كده عنده ماشي مش ما عندوش هنعرف من اسبوعين. من ضمن الحاجات يا جماعه اللي احنا بنعمل ديتكشن للميون ريسبونس للتي بي اللي هو بنعمل سكين تيست بنحقن ماده تحت السكين بيسموها تيوبر كلين تيست. لو المريض عنده تي بي بيبدا يحصل تورم بالجلد في الحته ديت وبيجيبوا مسطره بيقيسوها وبنعمله بعد 48 ساعه بيقيس مكان الحقن ويشوف هل تورم ولا لا وبالمسطره قد ايه ولو في طول معين يبقى عنده تي بي. المشكله ايه بقى؟ ان اي حد طعم بالتي بي وهو صغير بيطلع ايه؟ موجب لهذا الاضطراب. مش ان عنده تي بي ان هو حصل فاكسينيشن للتي بي وهو صغير اللي هو تقريبا يعني كل الناس اللي موجودين في مصر مثلا الاضطراب ده ما ينفعش تعمله وتعتمد عليه. لان لو طلع موجب وهو مطعم انت مش عارف هو موجب عشان مطعم ولا هو عشان عنده تي بي. في طبعا موليكولار تيست يا جماعه بالبي سي ار، والبي سي ار ممكن بتركز على 16 اس ريبوزوم الدي ان ايه، ده التارجت جين بتاعي اللي بعمل له ايه؟ بي سي ار. لو انا عملت بي سي ار للمريض دوت وطالع الجين ده موجود، معنى كده ان المريض عنده ايه؟ تي بي، مش موجود يبقى مش تي بي، او ممكن اعمل اي اس 6110 وده برضه التارجت بتاعي. ودي سيستمز موجوده سواء كانت باكتيك او كوبس، يعني في عندي الكالتشر اللي هي باكتيك وممكن اعمل سيكونسنج. طبعا ما حدش بيعمل سيكونسنج، ما فيش معامل تحاليل بتعمل بتشوف مرضى عندهم تي بي او مستشفى الصدر او كده، ما حدش بيعمل لو ما حدش عارف بيبعت سيكونسنج على طول. بنعمل ايه؟ بنعمل سمير وتبعت كالتشر، ولو الحاجه يعني المريض قادر يدفع او عنده تامين صحي او الحاجه معقده شويه ممكن نبعت لخالد نقول له ايه؟ اعمل بي سي ار. بس هو مش هيعمل اكتر من كده. فدي الاختبارات الموجوده عندنا يا جماعه. عادي السيرولوجي والمايكروسكوبي دول الايز اوف يوز بتاعهم عالي ولكن البرفورمانس بتاعهم ايه؟ قليل والسنسيتيف بتاعتهم قليله. نيجي للاكس راي الايز بتاعها قليل والبرفورمانس قليل. نيجي للكالشر اللي هي محترمه جدا البرفورمانس بتاعها محترم هي دوبليك اسيد ولكن الايز اوف يوز بتاعهم ايه؟ مش فده انا عايز اوصل للحته دي. الحته دي هو ده الديزاير. لسه المنطقه دي فاضيه ما عنديش اختبارات. تتخيل مرض بيسيب تلت البوبيليشن ما عنديش تيست محترم يحقق لي الهدف ده اللي هو فيري ايزي تو يوز والبرفورمانس بتاعته اكسبشنال ما عنديش حاجه بتحقق التارجت بتاعي. فمعنى كده في جهد مطلوب من الناس ان هي تطور اختبارات تي بي علشان تحقق الكلينيكال نيد المطلوبه او الكلينيكال يوتيليتي المطلوبه. دايما يا جماعه لو حد فيكم مثلا نفترض ان في حد بيعمل فيكم مشروع تخرج او ماجستير او دكتوراه او حاجه على اي متخصصين نفترض انه قرر يشتغل على التي بي ويعمل تي بي دايما تدور على مصادر المعلومات اللي هي مهمه ومن ضمن مصادر المعلومات في الحاله دي الدبليو اتش او. اي حاجه صحيه خش على طول على الويب سايت بتاع مين؟ الدبليو اتش او. وبعدين اي حاجه صحيه برضك دور على الاتحاد الامريكي اوف امريكان اسوسيشن اوف بتتكلم على تي بي يبقى لانج ديزيز امريكان اسوشن اوف كارديولوجي، امريكان اسوشن اوف ايه؟ كانسر، امريكان اسوشن اوف ايه؟ شوف المرض فين وامريكان اسوشن اوف وكذا. هتخش على الويب سايت تلاقي كميه معلومات قايمه اند موست ابديتد اند موست تراستد، افضل معلومات على الاطلاق. فاليونيتي ده ريبورت حطيته الدبليو اتش او نظام الصحه الدوليه سنه 2012 ريبورت كامل على تي بي دايجنوستكس. ماسكه موضوع التي بي دايجنوستكس مفصصاه، فبدل ما تتعب نفسك وتروح تعمل 500 مليون حته هات كوبي من التي بي ده من الريبورت دوت وتنزله بي دي اف وتقراه في كل المعلومات اللي انت محتاج تعرفها لغايه النهارده بحيث تبدا من نهايه الريبورت ده. الريبورت ده بيقول ايه؟ او ده بعض الهايلايتس منه يعني. ان السفير نيجاتيف بارمونر تي بي بيشنت كوست 17% اوف ديزيز ترانسميشن. يعني من الناس اللي هو التي بي اللي هو السفير مايكروسكوبي بيقول عليهم نيجاتيف مسؤولين عن 17% من انتشار المرض. هو بوزيتيف اساسا برافو عليك والسمير مايكروسكوب بيقول نيجاتيف وبيمشوه وهو اصلا بوزيتيف وعمال ينقل المرضى اللي من حواليه. 60% من سسبكتد تي بي كيسز يوز ذا لور تير تيست سنترز.
اللي هي الماكروسكوبي سنتر، يعني 60% من المرضى بيستخدموا ايه ماكروسكوبي، وفي ايه اللي هي موجود في السنترز والهيد كلينكس. والسبوتم از ذا موست كومن سبيسيمين بات از انفكتيف فور دياجنوزس اوف اكسترا بالمونري اي تي بي. زي ما قلت احنا في عندنا التي بي، في عندنا بالمونري، في عندنا اكسترا بالمونري. يعني في واحد بيجي للمريض باعراض زي ما قلت عضمه بيوجعه او عنده حاجه في المعده بتوجعه، على طول بيبدا يفكر قولون، في حين ممكن يكون تي بي هو اللي عامله هذا الحال، وعضم بيفكر على طول عنده روماتيزم، هو مش روماتيزم هو تي بي، ما بيفكروش كده، بيفكر في اول حاجه موجوده على المايند سيت بتاعه. ده 60% من المرضى بيروحوا على البريفيرال هيلث كلينيك، 25% بيروحوا على الميكروسكوبي سنتر، 10% على الريفيرال لاب، و5% بس بيوصلوا لمين؟ للناشونال ريفرنس لابوراتوري. احنا قلنا ده برضك الليميتد ريبورت بالريسبير ميكروسكوبي له ادفانتج ان هو لو كوست وسيمبل تو بيرفورم، ولكنه كانوت بي يوز فور اكستراكشن اوف اكسترا بالمونري، والسنسيتيف بتاعته ايه؟ فيريبل. ده نتكلم على الكالتشر بيست، الكالتشر بيست ميثود هي احسن حاجه، موست سنسيتيف، كان بي دان اون سوليد ميديا، ولكن ايه مشكلتها؟ لونج تيرم لونج تايم، وقت طويل جدا قبل ما تجيب النتيجه، زائد انها خطره. ليه؟ تخيل انت بقى حضرتك انت بتجيب التي بي وبتعمل منه كالشر، كالشر قد كده. تخيل بقى ان الكالشر ديت واحد تكنيشن رايح يجيب الكالشر من الانكوبيتور وقع منه على الارض. عندي بيولوجيكال ديزاستر بقى. ده يعني على طول تخيل انت عملت انت تزرع في تي بي بقالك اسبوعين وعندك بقى ميديا معتقه يعني مليانه تي بي، هو يدخل يا فندي وراح عندي هنا يعني اخر جمال. فطبعا حتى في بعض معامل التي بي يا جماعه بالذات اللي هي في الديتكشن بتاعه الدراج ريزيستنس لازم يكون بالبايو ليفل بالبايو سيفتي ليفل 3. ولو تبص حواليك مين عنده بايو سيفتي ليفل 3 لاب، يعني معمل اللي هو المواد الخطره مستوى الثالث. يعني انا مش عارف هل مثلا في المستشفيات الموجوده هل هنا في ليفل 3 بايو سيفتي ليفل 3 ولا لا؟ في الرياض. المفروض يبقى في اكتر علشان السيطره على المرض بدل ما مضطره مثلا عينه الرياض، وطبعا ده كل ده بالظبط كده. نعم في باك ده بتكلم على الباي سيفتي ليفل 3 لا ما اعتقدش ده ابدا. 10 دقائق 10 دقائق عندي 10 دقائق هاخد ده خايف من صديقي الدكتور عبد الله. في فيج بيست ميثود احنا اتكلمنا اول امبارح واحنا بنتكلم على الفيرليك انتيبودي ان ممكن استخدم الفيج علشان اعمل اللي هو بيعمل انفكشن للبكتيريا. في شركات اعتقد في شركه منهم في دبي على ما اعتقد بدات تطور دايجنوستيك تيست للتي بي باستخدام الفيج. لان الفيج لو عندي كولوني فيها تي بي وبدا يهاجمها الفيج بيجيني ليتك لايسز بيعمل لايسز ليها وبيبان ان ده ايه تي بي. فاستخدام الفيج لكذا استراتيجي يعني. فدلوقتي في شركات بتعمل تطوير للفيج اللي هو متخصص يعمل انفكشن لمين؟ للتي بي مش اي بكتيريا، ما يرجع بالايكولاي ولا بالستاف ولا بالستريبتوكوكس ولا الجماعه دول، اللي متخصص لمين؟ للتي بي وبيعملوا اسيز فور ديتكشن يوزنج فيج. انا بتكلم ان في برضه شغل في هذه النقطه. طبعا النيوكليك اسيد ديتكشن هو البي سي ار. وفي حاجه اسمها داين دروب اسيد برضك اللي بتحتاج بي سي ار وبرضك اللي ريسبونس بيز اسيد. ده بيدي لك خريطه وضعها ال دبليو اتش او على انا مش هخش فيها بالتفصيل، ولكن ده البريفرال ليفل وده الانترميديت ليفل وده الريفرنس ليفل. ده بيدي لك خريطه واضحه عن كل الاسيدز الموجوده بتاعت التي بي والمتوقعه كمان كذا سنه. اهم حاجه انا بالنسبه لي ان هم متوقعين سنه 2015 او بعد 2015 بشويه هينزل لي بوينت اوف كير تيست اللي هو ايه؟ اللي هو البوينت اوف كير تيست اللي هو النير بيشنت تيست اللي هو اختبار التي بي اللي هو ممكن عمله بعيد عن المعمل. وده حاجه ودي في يعني ديماند جامد جدا لبوينت اوف كير تيست للتي بي اللي ممكن اعمله في بيت المريض او جنب المريض من غير ما باخد عينه واعملها سمير ميكروسكوبي وليس طويله دي. مش هخش في التفاصيل دي دلوقتي لان اعتقد الوقت بدا يجري بينا. المالتا دراج ريزيستنت تيوبركلوز دي عمليه خطيره جدا. بدا ظهور عينات او انواع او يعني سلالات من ميكروب المايكروبكتيريوم تيوبركلوزس اللي هي مقاومه لجميع انواع المضادات الحيويه. ودي مشكله. دي مشكله الديتكشن بتاعها مشكله والتعرف عليها والتعامل معاها يعني حدوته جميله.
بسرعه كده برضك. يعني ايه عندهم ريزيستنت؟ بيكون عندهم ريزيستنت لانتبيوتيك اسمه ايزونازايد وحاجه ثانيه اسمها ريفامبيسين. الاثنين دول هم الموست باورفول فيرست لاين انتيبيوتيك، يعني دول اقوى تو دراجز ان الفيزيشن الدكاتره بيعملوا اوردر بيهم على طول لو شافوا حد عنده تي بي، والسترينز اللي طالعه دي مقاومه للاثنين دول ريفامبيسين وايزونازايد. عندي 50 مليون مالتي دراج ريزيستنت كيسز في العالم دلوقتي، عندي 50 مليون حاله مريض عندهم ريزيستنت للايه؟ للتي بي دراج. الحاجه الثانيه 27 هاي بيردن كانتري، عندي 27 دوله عندهم يعني عدد اصابات بالتي بي اللي هو المقاومه للمضاد الحيوي، المضاد الحيوي عندهم مالتي دراج ريزيستنت عاليه. الحاجه الثالثه متوقع 500,000 نيو كيس من مالتي دراج ريزيستنت كل سنه، بيظهر لي نص مليون حاله كل سنه. مش عايز اقول الريزيستنت بتحصل ازاي، ولكن الريزيستنت بتطلع على فكره من ضمن المشاكل اللي بتؤدي الى ظهور سلالات من الميكروبكتيريوم تيوبركلوزس مقاومه للمضادات الحيويه هو عدم انتظام المريض في اخذ العلاج. بيقول له الطبيب خد مثلا الدواء دوت لمده 6 شهور، يبدا ياخده اسبوعين ثلاثه اربعه، تلاقي نفسه اتحسن شويه، طب انا بقى وجع دماغ ليه؟ الموضوع ده وقفه، وهو لازم يستمر لمده 6 اشهر لان البكتيريا صعب جدا التخلص منها. من ضمن مشاكلها البكتيريا دي بتعمل دبلنج كل 18 ساعه، يعني معدل انتصابها بطيء جدا، في حين ان اي بكتيريا ثانيه زي الكولاي بتعمل دبلنج كل 20 دقيقه. سريع جدا. ده بيعمل دبلنج بمنتهى البطء. وممكن يخش في حاله دورمانسي وينام ولكن وما يردش على حد، يعني بيعمل دورمانسي وخلاص. يعني هو وقت ان هو يتاثر بالمضادات الحيويه وهو نشط مش وهو عامل دورمانسي. انا عشان الوقت حتى شويه نوصل يعني هنا كنا بنقارن استخدامات الجول نانو بارتكل والنانو تكنولوجي علشان اقدر اقدم اختبارات فائقة الحساسية ورخيصة وسهلة وسريعة للتوبركلوزس في حوالي 8 مجموعات حوالين العالم شغالة في هذا المجال، من ضمنهم المجموعة بتاعتي في الجامعة الأمريكية في القاهرة. في مجموعة بتستخدم الجول نانو بارتكل بطريقة كونجيميتد أو كروسلينكينج. في مجموعة ثانية بتحط الجول نانو بارتكل على الكترون وبالتالي بيؤدي إلى إنتاج لو في تي بي موجود بيطلع لي الكتريكال سيجنال يعني شارة كهربائية من غير ضوء ان هي بطل العمليه ديتكشن والان تي بي موجود. الحاجه الثالثه من المجموعه بتاعتي دي ده الشغل بتاعنا احنا، وعملنا كذا استراتيجيه للكشف على التي بي ودوت باستخدام الجول نانو بارتكل وتغيير اللون بتاع النانو بارتكل وده عنده ديفايد جول. عملنا طبعا بيبر ونشرناها في المجله الكنديه للكلينيكال بايو كيمستري السنه اللي فاتت، ومطلعين ان احنا بنقدر نعمل ديتكشن ليميت لواحد نانو جرام من التي بي دي ان ايه باستخدام البي سي ار. لو زي ما الاخ تفضل بنعمل بي سي ار وبعدين نحط الجول نانو بارتكل، فبنقدر نعرف لو في 1 نانو جرام من التي بي، وده يعني كميه تقريبا مش موجوده يعني. لو ما عملناش بي سي ار المينيمم اللي اقدر اعمله ديتكشن 40 نانو جرام. يعني لو ما عملتش بي سي ار وعملت الجول بس على التي بي اقدر اعرف لغايه كام 40 نانو جرام، ما اقدرش انزل عن كده. لكن لو استخدمت بقى زي ما حضرتك تفضلت واقترحت ان انا استخدم البي سي ار والجول مع بعض، ده قوي مع بعض، بقدر انزل من 40 نانو جرام لغايه كام؟ 1 نانو جرام. طبعا واضح ان 40 ده تقريبا نزول في الايه؟ في الديتكشن. في مجموعه ثانيه بدات بتعمل ديتكشن مش للدي ان ايه بتاعت التي بي، لا ده للتي بي للبكتيريا نفسها. في الحاله دي بتستخدم سيليكا نانو بارتكل بتحط عليها بروتين ايه والانتي بوديز بتبدا تحاوط البكتيريا والسيليكا نانو بارتكل بتحاوطها وبيقدر نعمل ديتكشن لمين؟ للميكروبكتيريا. في مجموعه ثالثه بتستخدم ماجنتيك نانو بارتكل، ومع الماجنتيك نانو بارتكل بنستخدم الجول نانو بارتكل، وفي الاخر بيحصل تريسر ديستريبيوشن. يعني مش بيعتمد ان الجول نانو بارتكل بقى هيجمعوا مع بعض وبعد كده هنشوفهم، لا بيعمل ديستريبيوشن لهم، وده بيؤدي الى انتاج ايه؟ اشاره كهربائيه، وبنبدا نعملها ديتكشن لاجهزه برضه. دي طريقه ثانيه للكشف على التي بي. في مجموعة رابعة بتستخدم أجسام مضادة موجودة على نيكل أوكسايد، بيكون نيكل أوكسايد نانو بارتكل. يعني في حد تفضل، الدكتور تفضل وقال
هنقول ليه مركزين كل شويه على الجولد جولد جولد، ليه ما عملناش حاجه ثانيه؟ وفي ناس بتعمل حاجه ثانيه زي الكوانتم داتش، دي مجموعه بيستخدمها النيكل اللي هو النيكل يعني نيكل بس مش نيكل لوحده، نيكل اوكسايد. نانو بارتيكل وده بيحط عليه اكسده مضاده وبيتعمل ساندويتش ما بين التي بي انتيجين وما بين التو انتيبوديز وبيعمل فيكشن عن طريق النيكل اوكسايد ايه؟ نانو بارتيكل. ده تلخيص لكل التكنولوجيات الجديده اللي طالعه باستخدام النانو بارتيكل علشان تطلع تي بي تيست. هتشوف ان السنسيتيفيتي بتاعتكم من اول 99.6 عاليه جدا، احنا بنتكلم على السمير مايكروسكوبي من 20 ل 60، ده هنا بنتكلم 99% سنسيتيفيتي، هنا ناس بتتكلم على 97%، هنا ناس بتتكلم على 0.01 نانو جرام، وهنا بنستخدم على ديفرنت نانو بارتيكل، هنا بنستخدم ثيوريتد جولد، هنا جولد بس، هنا امبليفايد نانو بارتيكل، هنا سيليكا، هنا ماجنتيك، هنا كومبايند نانو بارتيكل. استراتيجيات كتيره في حوالي 8 اسامي من 8 ديفرنت جروبس في العالم بدأ شغاله في هذا الكلام عشان تبدا تطور اختبار عشان تساعد في تشخيص مرض السكر، لانه طبعا مشكله كبيره جدا. In conclusion, rapid progress has been made in the development of new diagnostic assays of tuberculosis in recent years. Several research groups have developed a diagnostic test for detection of TB using either one or two different antibodies. Rapid, accurate, and affordable point-of-care testing with TB should be readily implemented. This is urgently needed. The urgent need, بتعريف الـ WHO منظمة الصحة الدولية محددة. على فكرة يا جماعة لما تلاقي في منظمة دولية بتقول والله يا جماعة احنا محتاجين نعمل ده على طول، لو في عندي مجموعة عكسية تاخد الكلام ده، هم عاوزين يعملوا ايه؟ عاوزين طرق، لان هو لما يجي لك منظمة الصحة الدولية اللي هي الاثوريتي على الهيلث في العالم كله وتقول لك في حاجة بس لهذا الموضوع، خلاص هو عمل لك الماركت ستاد، هو عمل لك الاناليز، هو خلاص بدل ما تقعد تعمل حاجة وتدور هي مفيدة ولا لا، ده هو بيقول لك في حاجة بس وما عنديش ولا اختبار في العالم بوينت اوف كير تي في. يبقى لو في مجموعة بحثية أو في شركة عايزة تنشأ تاخد الكلام ده إيه؟ كهدف ليها على طول. ده حاجة جاية من الشرق. شكرا. بالنسبة لقسم الطالبات نسمع. السلام عليكم. عليكم السلام. دكتور كنا عايزين نسال حضرتك بالنسبه للنانو بارتيكلز اللي هي كلها هيفي ميتالز، فايه نهايه المسار النهائي ليها في الجسم؟ يعني حصل لها اكسكريشن ولا اكيميليشن ولا؟ والله هو للاسف اي هيفي ميتال بيخش تقريبا في الجسم ما لم يكن بيكون معالج بطريقه معينه علشان يتعرف بالسيستمز اللي ممكن تعمل كليرنس له، فهو بعد ما بيحصل يعني لو مثلا كان زمان الليد اللي موجود في الوقود اللي هو الرصاص او الليد اللي موجود في البينت، الكلام ده اتمنع دلوقتي، الوقود ممنوع يتحط فيه تتريفان ليد وممنوع يتحط في البينت ليد، بس الكلام ده واحنا صغيرين كان موجود. فدخول الليد للجسم الليد هو اي معدن تقيل بيبدا ان هو يتراكم في المخ، برافو عليك، وكمان في البون مارو، البون مارو بتاع العظم، فطبعا بيعمل سبريشن للبون مارو وبيؤدي الى عدم تكوين كرات الدم بكميات كافيه، فبيعمل مشاكل في الدم وللجسم بصفه عامه، وطبعا دخوله وتراكمه في المخ بيؤدي طبعا الى مشاكل في الكمنتال فاونديشن وكده. ولكن فلذلك هو في علامه استفهام كبيره على استخدام الكوانتم داتس داخل جسم الانسان ان فيفو، الا لو ان استخدامها في مرض خطير زي الكانسر مثلا لفتره محدوده وبطريقه زي اي دواء هيبقى له اثار جانبيه، فممكن بالعربي يعني نقول هنتحقق قدر من الاثار الجانبيه في مقابل ان انا اعالج المريض بتاعي من الكانسر مثلا. فعمليه عايز اوزع، لكن استخدامات الكوانتم داتس عاده افضل في الانفيترو دايجنوستيك عشان ما بندخلش جسم الانسان، لو دخلناها لازم يكون في محاذير ولازم في توكسيست ستادي، وهذا الكلام كله بيترجع من الاف دي اي ووزاره الصحه. عليكم السلام. يا دكتور انت قلت ان التقنيه بتاعت النانو يعني كانت حضرتك بتقول انه بتستخدم في ثيرمال ابليشن في الكانسر سيل. نعم. طيب في الاير ديتكشن للتيبركلوزز نفسه كديتكشن من استخدام التقنيه بتاعت النانو ما ممكن تستخدمها كثيرابيوتيك برضه في كلمه البكتيريا في الاير ديتكشن للتي بي؟ للتي في بيستخدم نانو بارتيكل يعني يعمل كل البكتيريا كميثود يعني في كتير كثيرابيوتيك
رايك في الحاله دي؟ بالظبط. في الحاله دي ممكن تستخدم نانو بارتكل ان هي تعمل بنتريشن للتي بي وتاخد دراجز توصلها، لان هو التي بي عاده بيكون مستخبي جوه الميكروفيجز، فبالتالي محتاجين نانو بارتكل. وهذا كلام احنا اتكلمت عليه امبارح تقريبا، احنا قدمنا او مش امبارح او امبارح اتكلمنا في الدراج دليفري. انا عرضت بحث على استخدام الميزوفورا سيليكين لود، وهي عباره عن نانو بارتكل لودد والانتي بيتكس التي بي، وعليها تارجتنج ويت اللي هو المنوس عشان يوصل للميكروفيج ويعمل دليفري للنانو بارتكل جوه الميكروفيج تو كيل توبركلوزس. فكلام حضرتك صحيح وده منتشر اول امبارح في المحاضره بتاعت الدراج دليفري، وهتشوف الكلام ده طبعا موجود في السلايدز ان شاء الله. أي سؤال بالنسبة لقسم الطلبات؟ أي سؤال يعني؟ شكرا دكتور. عفوا. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا دكتور. عفوا. بس ثانية دكتور، بس سؤالي على الأستاذ محمد، المجموعة التحتية شروط الانشاء الجوارح في الانديار لازم يعني جامعة، هل ممكن ننضم الى المجموعة؟ والله انا يعني سؤالك رائع صراحة يعني. انا شايف ده وجهة نظر شخصية، وده يعني باخدها على مسؤولية شخصية ممكن الناس ما تنصحش. انا شايف ان مفيش يعني المجموعة البحثية ممكن تكون في اي مكان. اعتقد ان الجامعة عليها دور ان هي بدعم البحث، فبالتالي ممكن احتضان بعض الافراد يعني هم ينضموا الى مجموعه بحثيه. اصل خلي بالك حضرتك، انا لما بعمل انا مثلا انا بتكلم على نفسي يعني، انا في الجامعه الامريكيه عندي مجموعه بحثيه كمان. كان في الاول معظم اللي موجودين عندي طلبه دراسات عليا ماجستير ودكتوراه، وكمان في طلبه اندر جراند كانوا من سنه ثالثه ورابعه. واحد عاوز يعمل مشروع تخرج ولا حاجه يقول لي دكتور عايز اعمل تجربه عندك مش عارف ايه كذا. لكن بعد ما تطورنا بدانا نضم لكن شغل اندستريال هنعمل معاه شغل اندستريال. فانا قصدي اقول ما تلتزمش ابدا بالسيناريو. واحد مثلا يقول لي كان في حد بيكلمني هنا مش عارف كذا، يقول لي يا دكتور انا عندي كذا سنه وانا يعني كبخت يعني. قلت له يعني ده حق، ملوش مقياس اصلا عندك كم سنه او معاك درجه ايه؟ ملوش مقياس. الدرجات العلميه سواء بكالوريوس او ماجستير او دكتوراه مش مقياس، ده للانتربرونور شيب الرغبه في رياده الاعمال ولا في القدره على اداء البحث. هو اخطر حاجه ان يكون في شخص عنده اراده انه يعمل حاجه ويبدا يدور على العناصر اللي هو محتاجها علشان يوصل للهدف ده، هو ده المهم، ويبدا يدور على المصادر اللي هو محتاجها. صدقني اول ما تبدا تعمل هذا الكلام هتلاقي الناس وهتلاقي المصادر وهتعمل ثقه. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور بس انا عارف انه الكلام عن الكواليتي كنترول يعني كلام كثير وبياخد طبعا، بس كفكره عن الكواليتي كنترول في النانو تكنيك عشان انا اعرف السبيسيفيك والسنسيتيف تحديد في الميثود، وايش الجولد ستاندرد ميثود اللي انا ممكن استخدمها لما انا اجي استخدم النانو تكنيك. والله لو انا بعمل كواليتي كنترول للاسي بستخدم اسي بكذا حاجه، ممكن اعمل الجولد نانو بارتكل اسي باوليجو تارجتر، مش هو الاوليجو تارجتر اللي متعرف على الجولد على التارجت بتاعي، فده بيعتبر ايه في الحاله دي نيجاتيف يعني بيعتبر نيجاتيف كنترول. ممكن اعمل اسي تاني من غير اوليجو تارجتر خالص، بالجولد نانو بارتكل بس. فبتعمل انت كده بتعمل اي اكسبيرمنتال ديزاين وبتبدا تديزاين البلاك كنترول والنيجاتيف كنترول والبوزيتيف كنترول، وبعدين يبقى عندك الريفرنس ميثود اللي انت بتقيس قصادها. في الحاله بتاعتنا احنا كانت ريفاي بي سي ار للسي واسي ابروفد من اف دي اي، وبعد كده عندك يبقى دي عندك كنترول الاكسبيرمنت بتاعتك وعندك ريفرنس ميثود اللي بتقصد اللي بتعمل ايه قصادها. بعدين عندك العينات بتاعت البيشنت، بنجيب بيشنت عنده اللي بي بي عالي، بيشنت عنده مش عارف بيليروبين عالي، بيشنت عنده هيمولايسيس في العينه بتاعته علشان نشوف الانترفيرنس، وبيشنت عنده سي، وبيشنت عنده سي وبي، وبيشنت عنده بي وما عندوش سي. ما انت كل دي كنترول.
بعد كذا ليفل، بس دوت ستاندرد ما هوش يعني حاجه بنعملها احنا بطريقه يعني ده متعرف عليه في الفيلد. وبعدين بنبدا نحسب بنبدا نكالكوليت الكلينيكال بارامترز او البرفورمانس كاركترستيك بتاعت الاسيد. بنبدا نحسب السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي والان دي في والبي دي في والاكيرسي والمينيمم تنشر ليميت والريكفري ونشغلها. بس ده ستاندرد كلينيكال كيمستري او لاب ميديسن كريتيريا فور ديفلوبمنت اوف دوبل اسيد. ما هوش يعني مخصص للتحديد. يعطيك العافية. استراحة البوتيشن. شكرا لسعادة الدكتور على هذه المحاضرة الطيبة. إن شاء الله بعد الاستراحة ونهاية المحاضرة الأخيرة سيكون إن شاء الله هناك تكريم لسعادة الدكتور والرجال العاملة والجهات الراعية. وأنا نرجو من الجميع الحضور وشكرا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده دلوقتي ان شاء الله هنتكلم على المحور 18. احنا كان عندنا ماراثون على مدى 3 ايام والحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى قدرنا نناقش 17 محور 18 دلوقتي ان شاء الله. هو في عيب واحد في المحور دوت ان هو اخر محور، وان انا مش يعني أنا نفسي يعني الدكتور عبد الله يزودهم شويه علشان نقدر نتكلم مع الناس فترة اكتر ونقابلهم، ولكن هنتكلم معاهم ان شاء الله في الفتره الجايه باذن الله. المحور 18 بيستعرض قصه نجاح رواد الاعمال التكنولوجيين. احنا خلال ال 17 محور كنا بنحاول بنقدم الناس لتكنولوجيا النانو تكنولوجي والبايو تكنولوجي، وبنتكلم عن المشاكل الطبيه سواء في مجال العلاج او التشخيص او توصيل الدواء. بنتكلم دايما كنا على الانتربرنور شيب او رياده الاعمال، وبنحفز الباحثين سواء كانوا طلبه او سواء كانوا اساتذه ان هم يبداوا يعملوا بحث علمي تطبيقي يؤدي الى حصول على منتج سواء كان تشخيصي او لتوصيل الدواء او بيعالج مشكله طبيه في المجتمع. وده لعده اهداف: اولا لحل مشاكل المجتمع، ثانيا لتوليد قوة اقتصادية أو دخل اقتصادي بدعم الاقتصاد، والحاجة الثالثة بيساعد على بناء اقتصاد مبني على المعرفة. فاحنا هنتكلم دلوقتي إن شاء الله على سكسس ستوري أوف تيك برونورز، قصدي بكلمة تيك برونورز اللي هم انتربرونورز اللي بيعتمدوا على الانوفيشن والتكنولوجيا. هو المحور 18 يعني هو بيعتبر يعني انا بستعرض قصه المجموعه البحثيه اللي انا انشاتها من حوالي 2008 تقريبا، من حوالي 6 سنوات او 5 سنوات وشويه.
وبنبسط عن المجموعه البحثيه دي فريق من الانتربرنورز اللي نجح في انشاء اول شركه صناعيه مبنيه على التكنولوجي ومنبثقه من جامعه مصريه في تاريخ مصر. يعتبر اول شركه بيتم انشائها من جامعه مصريه. بس قبل ما نبدا القصه بتاعتنا بحب استعرض بعض المعلومات البسيطه علشان برضك ازيد من تحفيز الشباب والباحثين. دايما في عندي بارادايم دوت ان في عندي mountains of research findings and patterns، في جبال من النتائج البحثيه وبراءات الاختراع، ولكن عدد قليل من الناس اللي بيقدر يستخدم هذا الكلام ويحوله الى منتج او الى شركه او الى حاجه بتفيد الناس. اللي بيقول هذا الكلام كاندر اند اوتريتش في 2006 و2007، ودي حاجه لغايه دلوقتي موجوده. ايه هي السكسس فاكتورز فور ستارت اب؟ انا كنت مبسوط في المحاضره اللي فاتت ان حد سالني ازاي نعمل مجموعه بحثيه وازاي ننضم لمجموعه بحثيه، فدي حاجه جميله جدا، نتيجه يعني سريعه للمحاضرات بتاعتنا وللمناقشات اللي بتحصل. دي حاجه جميله جدا. علشان اعمل ستارت اب وتكنولوجي بيز او انوفيشن بيز ستارت اب، ايه اللي مطلوب؟ اولا مطلوب انفنشن اللي هي الرو ماتيريال، الماده الخام، الحاجه الرئيسيه اللي هبدا عليها. لازم يكون عندي انفنشن، لازم يكون عندي ريسيرش فايندينج، لازم يكون عندي نيو تكنولوجي، لازم يكون عندي نيو ايديا. من غير الكلام دوت ما اقدرش اعمل نيو ستارت اب كمباني او نيو ستارت اب كمباني. طيب انا لما يبقى دي نقطه البدايه بالنسبه لي، يبقى نقطه البدايه مجموعه بحثيه هتبدا تطلع ريسيرش فايندينج، هتبدا تطلع نيو ايدياز، نيو انفنشن، نيو باترن. هو ده بدايه الماده الخام لانشاء شركه او انشاء وحده سواء سمول او ميديم انتربرايز. ايه اللي مطلوب بعد كده؟ مطلوب نعمل بيزنس موديل. البيزنس موديل دوت لازم تديفلوب وريفاين بيزنس موديل ليناسب الاختراع او الافكار او براءات الاختراع الموجوده. وبعدين لازم نبص على الماركت عشان نعمل بيزنس ادمنستريشن واكسبتنس باي كاستمرز وكومبيتيشن، وهوبفلي ذيس ويل ليد ات ذا اند تو ايكونوميك سكسس. مهما بنعمل ابحاث علميه، ممكن نعمل ابحاث علميه كثيره جدا، وهذه الابحاث العلميه ممكن ينتج عنها مقالات علميه وبنساهم في التطور العلمي، ولكن لو البحث العلمي غير قادر على ان هو ينتج في الاخر حل، وانا قصدي بكلمه حل يعني سوليوشن، يعني حاجه تقدر تحل مشكله في المجتمع. احنا كان الندوه العلميه كلها على مدى 3 ايام بتناقش فقط المشكلات الطبيه. المجتمع بيعاني مش في اي مجتمع في العالم مش عنده بس مجرد مشكلات طبيه، ولكن في مشكلات في الزراعه، مشكلات في الطاقه، مشكلات في البيئه، ومشكلات في الغذاء، في جميع انواع المجالات. ولكن قوه البحث الحقيقيه اللي هو بيقدر يطلع حل وحل متكامل، والحل المتكامل ده بيقدر يحل المشكله وبيساعد في وجودها في السوق، وبالتالي بيلمس حياه الناس وبيطور من المجتمع. في ماسلوز بيراميد اوف نيدز، هو دلوقتي البيراميد دوت او الهرم دوت بيقول يعني لو حد عايز يعمل بزنس، احنا قلنا دلوقتي تعمل بزنس ازاي او عايز تعمل بزنس مبني على انوفيشن ازاي، هتبدا من باتنت او ايديا او ريسيرش فايندنج، بعدين تعمل بزنس موديل، بعدين تطور تعمل بزنس ادمنستريشن تقدر توصل لايكونوميك سكسس. ده الخطوط العريضه تتحرك فيها. طب نعمل فين؟ ايه الحاجات اللي الناس مهتميه بيها؟ اول حاجه على البيز بتاع ماسلوس بيراميد اوف نيدز دوت بيكون البيزك نيد، الاحتياجات الرئيسيه للناس، عايز ياكل، عايز يشرب، عايز يتكلم في التليفون، دي بيزك نيدز. الحاجه الثانيه السيفتي، الحاجات اللي بتؤدي الحاجات اللي بتعمل سيفتي للانسان. الحاجه الثالثه الكونكتدنس، طبعا الكونكتدنس كله عايز يبقى كونكتد، عشان كده طول النهار الناس عماله باصه في الموبايل وفي الـ كل الحاجات الالكترونيه الباتس اند سو. الحاجة الثالثة، الحاجة الرابعة، الحاجات اللي بتساعد الناس يبقى عندها سيلف استيم، بتزود من ثقتهم في نفسهم ويبقى عندهم سيلف استيم. الحاجة الأخرانية اللي بتعمل سيلف اكشواليزيشن. سيلف اكشواليزيشن يعني بي وات يو كان بي، يعني بتخلي الناس يحقق حلمه وبيحقق طموحه في الحياة. هي دي الحاجات اللي أي فكرة أو أي فكرة بيزنس بتنطبق لها بتؤدي إلى فكرة بيزنس ناجحة لو هي انطبق عليها أو هي بتحقق أي حاجة من الخمس اتجاهات. إيه هي عناصر مشروع ناجح؟ لازم تبدأ بسوشيال أو سوسايتال بين، ألم في المجتمع، وتبدأ تجيبه للمعمل وتبدأ تحله وتلاقي له حل. هو ده المفتاح. زي ما احنا قلنا دايما المشروع البحث الناجح التطبيقي بيبدا من
من بين ألم في المجتمع مشكلة في المجتمع بنجيبها في المعمل وبنحاول نلاقي لها حل. الحاجة الثانية you have to form a distinguished team فريق متميز. فريق متميز كي احنا لما عملنا الفريق في الجامعة الأمريكية كان وبدأنا ندور على venture capitalist وinvestors وحد يدينا فلوس عشان نكمل كان دايما السؤال اللي بيجي لنا ان احنا عايزين نشوف الفريق مش عايز يشوف فرد مش عايز يشوف حسن عزازي بس مش عايز يشوف افراد عايز يشوف فريق بيقولي حتى ولا عايز يسمع الفكره الفكره بالنسبه له ممكن ما يكونش فاهمها اللي بيعمل انفستمنت او بيدفع فلوس عشان يقدم بقى مشروع مش بالضروره عنده الباك جراوند او فاهم بالظبط ولكنه عايز يشوف اكتر حاجه بالنسبه له الفريق التيم ودي حاجه خطيره جدا ودي اهم حاجه انك تعمل فريق الفريق ده لازم يكون عنده ديديكيشن وعنده بيرسيستنس وعنده بيرسيفيرنس يعني فريق مصر على تحقيق الهدف زي فريق كره بالظبط الحاجه الثانيه ان في المجال بتاعنا في المكان البايوميديكال ريسيرش مثلا وفي المجال التكنولوجيا المتقدمه لازم يكون كمان مالتي ديسيبلينري تيم ما عملش تيم من خمسه كيميائيين ولا خمسه اطباء لا انا عايز واحد طبيب واحد كيميائي واحد مهندس واحد تجاري واحد ممكن يكون من القانون عشان موضوع براءه الاختراع وكده فلازم يكون مالتي ديسيبلينري تيم علشان يعمل فريق متكامل ليه لان الهدف ان انا بحاول الاقي حل عشان تعمل سوليوشن لازم يكون عندك مالتي ديسيبلينري تيم لازم يكون عندك باك جراوند مختلفه في الفريق بتاعك كل واحد بيكونتريبيوت مش مجرد بيكونتريبيوت بقدراته اللي هي الفنيه للمشكله ولكن المايند سيت بتاعه تركيب مخه وطريقه تفكيره بتشوف المشكله بطريقه مختلفه وبتحول لها تديها حل في في في, في تجمعات البرين ستورمنج اللي بنعملها بنسمع كلام غريب جدا وحلول غريبه جدا لان كل واحد تقريبه مختلف والبرين الوايرنج في مخه بطريقه مختلفه المايند سيت مختلف بيدي لك حلول ووجهات نظر مختلفه بتساعد على حل المشكله. فانا بحاول اركز جدا على موضوع التيم. بروفايد انوفيتيف سوليوشن لازم دايما علشان تبقى عندك كومبتيتيف ايدج لازم تكون انوفيتيف. طب انوفيتيف ليه؟ علشان تطلع حاجه تشيبر من الحاجة الموجودة في الماركت حاليا. الحاجة الثانية فاستر اسرع منها ومور افيشنت وسمبلر زي كل اجهزة الموبايل اللي طالعة عنا وكل الحاجات اللي طالعة تكنولوجي والعربيات الجديدة مليانة سنسورز وفيها ميموري اكتر و42 و500 ميجا بكسل ومش عارفين ايه كله تشيبر وفاستر ومور افيشنت هو ده الانوفيشن وهو ده الكومبيتيشن. Don't focus too much on technology. التركيز على التكنولوجي مهم بس عندك عين بتبص على التكنولوجي والعين التانية بتبص على ايه؟ على الماركت في نفس الوقت لانك انت لو بدات تسرح بالتكنولوجي وبدات تعمل حاجه معقده وحاجه كومبليكيتد وهتبقى في اكسبنسيف السوق هيقول لك مش عايزين فلازم انت بتحاول تطور الانوفيشن علشان تحل البين او سوسايتال بين او المشكله وفي نفس الوقت في عندك عين على الماركت ومنشور ان الماركت كان ريسيف السوليوشن دوت علشان يحل المشكله. Consider modular entrepreneurship مهم جدا ان يكون عندي في التيم انتربرنور والانتربرنور دوت ممكن ما يكونش له مؤهل خالص او مؤهل مختلف تماما عن الفريق ملوش قيمه الانتربرنور از ان انتربرنور راجل عباره عن دينامو عنده علاقات يعرف يجيب المصادر يعرف يجمع التيم يعرف يخلي التيم ده يحب بعضه يعرف يخلي التيم ده عندنا احنا انتربرنور في الفريق بيعمل كل حاجه احنا مش عارفين دوره ايه بس عارفين ان هو ما بيبقاش موجود التيم كله ممكن يقع. فده الدينامو ده قلب الفريق، علما بان ملوش كونتريبيوشن لحد. لا بنعرف نحطه على براءة اختراع، ولا بنحطه على ريسيرش، ولا بنحطه على انوفيشن، ولا بنحطه في حته، بس هو اللي لامم الموضوع كله معاه. كل فريق محتاج واحد انتربرنور، والانتربرنور مش شرط يبقى ليدر وانا الريس وتسمعوا كلامي، نو 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 نو. الانتربرنور ده كوردينيتور، مودريتور، سيملس كده. من ورا الستار كده بيتحرك ويخلي كل واحد يحس ان هو الرئيس مش هو الرئيس بس هو في الحقيقه هو الدينامو والمحرك والموجه للفريق كله دي حته مهمه جدا وطبعا اخيرا وليس اخيرا يو هاف تو ديفلوب ا ساوند بزنس بلان وانا احب انبه زمايلي اللي هم الباحثين انا كنت كده يعني بحسب ان البيزنس بلان دي كنت برضه بدور مره حد قال لي اعمل بزنس بلان الكلام ده من 4 سنين انا طبعا ما عمريش سمعت عن ايه بزنس بلان انا كيمست وبايوميديكال ريسيرش وابحاث بقالي طول عمري 20 سنه يقول يعني بزنس بلان فقعدت ادور على ايه بقى ايه في سوفت وير يقول لك عايز تعمل بزنس بلان اعمل داونلود بينزل لك بيعمل لك بزنس بلان تحط الارقام وتطلع البزنس بلان
البروجكشن مش عارف 5 سنين و10 سنين واليونيك سيلينج بوينت والبريك بوينت والبريك ايفن والكلام ده كله. بعد انا طبعا يعني بدات اعمل الكلام ده شويه بس حسيت ان في حاجه مش مظبوطه فبدات ضميت الفريق استاذ من كليه البيزنس بتاعتنا اللي يعني هي التجاره من الجامعه الامريكيه ضميت استاذ قلت له تعالى في الفريق عندنا. قعد يتكلم معايا على التليفون بالليل ويجي لي اجتماعات على مدى 6 اشهر عبال ما عملنا بزنس بلان للهباتيتس سي فايروس. هو ما يعرفش عن ايه هباتيتس سي فايروس، الراجل التجاري ما عندوش اي فكره عن ايه هباتيتس سي فايروس. 6 اشهر يقول لي طيب لو حد عنده سي ممكن ينقله لكام واحد تاني؟ اقول له ما اعرفش ممكن 2 أو 3. طب احنا نفترض بقى البيست كيس سيناريو والورست كيس سيناريو، طب من المرضى كم واحد يجي له بيحتاج ليفر ترانسبلانتيشن؟ اقول له والله لو العدد كده وحسب الاحصائيات 10% ل 10% من السيروزس يبقى كذا يبقى كذا تقريبا رقم فلان. طب الواحد بيكلف كام؟ الليفر ترانسبلانتيشن تقريبا 400,000 جنيه. يضرب الارقام وطلعنا ان الحلول اللي بنحاول نعملها هتوفر على الدوله مليارات الجنيهات. بس ده ببزنس بلان حقيقيه، فالبزنس بلان تحولت الى اكنك بتولد طفل صغير بيدخل وقت علشان تبقى يونيك بزنس بلان للسوليوشن بتاعك، مش حاجه بتشتريها من على النت ولا انترنت تعملها داونلود وتحط شويه ارقام ودي بزنس بلان. لا، البزنس بلان از حاجه فيري بيرسونال للتيم وللحاجه اللي بيحاولوا يعملوها والحل عشان تبقى بزنس بلان حقيقي. ولذلك لما بدأنا نقدمها للانفستور بدأت يبقى ليها فعلا يونيك بزنس بلان وليها مدلول قوي بتعكس الحل بتاعنا والفريق اللي شغال حوالين البزنس بلان ده. دي صورة الجامعة الأمريكية وده صورة مع الفريق بتاعي. أجين احنا أنا طبعا كنت بقول لهم دايما نبدأ بسوسايتال تيم، نبدأ نعمل ريسيرش، نبدا تجنريت داتا. اول ما نجنريت داتا عكس معظم المجامع البحثيه الموجوده عندنا في مصر على الاقل كله بيبقى بعد ما يطلع النتائج بيروح يجري عايز يعمل ايه؟ بابليكيشن. ليه بابليكيشن؟ عشان الاستاذ يعني ننشر في المجال العلميه عشان الاستاذ يترقى والطالب يتخرج والموضوع ينتهي على كده. احنا بنقول لا، لو الداتا دي فيها فايندنج انوفيتيف نعمل ايه؟ براءه اختراع. نبدا نعمل باتنت ونحمي الافكار بتاعتنا علشان يبقى عندنا باتنت. بعد ما نعمل باتنت بنروح نعمل ابلكيشن وبعدين بنبدا نطور الباتنت دوت الى ايه؟ بروتوتايب. بنحاول نطلع نموذج اولي، بنستعين بقى بزملائنا زبائننا وخبرات مختلفه في الفيزكس وفي الانجنييرنج والميكانيكال والالكترونكس والكمبيوتر زي ما انت عايز، وات ايفر ات نيدز علشان تعمل هذا الحل. الحاجه الثالثه احنا بنستخدم الادفانس تكنولوجي زي الباي تكنولوجي والنانو تكنولوجي والميديكال تكنولوجي بس علشان نطلع حلول انوفيتيف بس في نفس الوقت افوردبل. المشكله يا جماعه في المجال الطبي ان الحاجات غاليه بتبقى اوت اوف ذا ريتش اوف ماني اوف ذا بيشنتس. يعني حتى كنت بتكلم مع استاذ في فرنسا في الهيباتولوجي بيقول لي انا اي كانوت تيست ماني لايرز ان ذا فرنش سوسايتي. اقول له ليه؟ بيقول لي انا محدد بالكوست، الاختبارات غاليه فببدا يعني اعمل تيستنج على مرض معين في طبقات معينه من المجتمع بس اي كان نوت ديج ديبر في المجتمع لان انا محكوم بالايه؟ بالكورس. ما عنديش فلوس ابدا اعمل تيستنج لكل واحد. لو عندي حلول افوردبل اقدر اوصل للبيشنت اللي هم الفقراء او الغير قادرين على ان هم يدفعوا من الحاجات دي. الريسيرش اكتيفيتيز في المجموعه اللي انشاتها في 2008 تعتمد على النوبل دياجنوستكس وده بنعتمد فيها على ديتكشن اوف انفكشس ديزيز وكمان ديتكشن اوف تيومر ماركر اللي هي على الدلالات السرطانيه او دلالات الاوراق. بنشتغل كمان في تطوير جيل جديد من الادويه بالتعاون مع شركه وجامعه سان دييغو اللي هي يونيفرسيتي كاليفورنيا سان دييغو في الولايات المتحده على دراج جديده اسمها شالز. الشالز الفكره بتاعتها ان هو دواء بيتعرف على الهدف بتاعه في نقطتين في نفس الوقت، يعني عاده الدراج بيمسك في التارجت بتاعه من نقطه واحده. فاحنا بنحاول نطور ادويه بتمسك في الهدف بتاعها في نفس الوقت من نقطتين. فبنقول حتى لو كان ان تعرف كل نقطه على الهدف بتاعها بيكون ميديم افينيتي مش افينيتي عاليه مش قابليه عاليه الا ان الاثنين مع بعض بيديني سوبر سنسيفتي هاي افينيتي للتارجت وهاي افشنسي للدراج. طبعا الشغل ده بيعوز شغل انفورماتكس كتير ودراج ديزاين كتير قبل ما نوصل لمرحله التست. بس احنا وصلنا الى كانديتيد دراج يعني دواء مبشر ان هو عملنا له بدانا نعمل عليه براءه اختراع دواء ضد الهيباتيتس سي فيروس بيعقل قدره الفيروس على دخول خلايا الكبد.
بدأنا نشتغل برضه في التعاون مع كذا جامعة ألمانية، جامعة تيوبنجن وجامعة كولون وجامعة بون في ألمانيا، لدراج دليفري نانو كارير، إن إحنا بنحاول نحط دراج في كارير that are smart. سمارت كارير بتبدأ تعمل بنتريشن وتوصل الأهداف بتاعتها في جسم الإنسان، سواء سيلولار تارجت أو حتى كمان سب سيلولار تارجت، يعني بنقدر نوصل لأهداف داخل الخلية. يعني أنا في بنت عندي اللي بتعمل ماجستير بتحاول إن هي تعمل تارجتنج ليه؟ نيوكليار تارجت، يعني داخل الشحنة الدواء جوه النواة مش الخلية وبس، كمان يعني الخلية وتعدي من جدار الخلية وتكمل في سيتوبلازم وتخترق جدار النواة وتدخل لغاية الدي ان اي جوه. عندي بنت تانية بتحاول تشتغل على إن هي توصل الدواء في الطبقات السفلى من الرئتين، فبتعمل نانو بارتيكل بأحجام معينة علشان تقدر تعمل بنتريشن وتخش في الطبقات السفلى من الإيه أو الدنيا من الرئتين. هبدا استعرض دلوقتي. طبعا احنا بدانا نعمل مجموعه بحثيه، قلنا طب هنشتغل على ايه؟ فقلنا بصينا حوالينا في المجتمع ايه اكبر مشكله طبيه بتعاني منها مصر؟ قلنا الهباتيتس سي فايروس، لانه بيصيب حوالي 170 مليون واحد حوالين العالم ومفيش باكسين للدواء للمرض ده، والعلاج بتاعه مكلف جدا وله اثار جانبيه خطيره. العلامه بتاعت المرض دايما بتكون اسيمبتوماتيك، يعني ماليش اعراض. المرض واحد ممكن يجي له فيروس سي من غير ما يطلع له اعراض مميزه، ويفضل المرض عنده لمده 20 30 سنه وهو اصلا ما يعرفش ان الفيروس موجود. ومفيش فاكسين للاسف للهباتيتس سي فيروس. الفيروس صغير حوالي 50 نانو متر، فحجمه في حجم النانو برضه. هو بلاد بورن، بينتقل عن طريق الدم، عباره عن بيعتبر سايلنت ايبيديميك، يعني عدوى او عدوى مش عدوى، وباء صامت ملوش اعراض، لو هاي ميوتيشن ريت. الفيروس على مدى ال 24 ساعه في اليوم، سبع ايام في الاسبوع، ما بيعملش حاجه. ان هو بيعمل ايه؟ بيتحور، بيعمل ميوتيشن وبيغير نفسه علشان يهرب من جهاز المناعه بتاع الجسم. ولذلك بتلاقي مثلا في بعض المرضى عدد الفيروسات في الدم احنا عندنا حوالي 6 لتر دم، يعني 6000 سنتيمتر من الدم اي حد فينا، بيلاقوا في السنتيمتر واحد من الدم لغايه 30 مليون واحد من الفيروس. تخيل بقى في السنتيمتر في 6000، رقم رهيب بتاع ده. رسمه سريعه بتبين لو حد جاله اصابه بالفيروس سي ان الار دي بتاع الفيروس بيبدا يعلى وبعد كده بينخفض ويبدا يحصل له اجسام مضاده. هو في خلال ان في بعض الاجسام لما بيجي لها فيروس سي حوالي 20% من المرضى عندهم جهاز مناعه قوي بيقدروا يتخلصوا من الفيروس، ولكن 80% من المرضى الفيروس بيستمر معاهم للاسف، وبالحالي بيتحول من اكيوت بيشنت الى كرونيك اتش دي في بيشنت. وده اللي بيحصل له مضاعفات في بعضهم، ان الليفر بيحصل لها فايبروزس وبعد كده سيروزس وبعد كده قد يتطور الى سرطان كامل لا قدر الله، او الى حاجه الى ليفر ترانسبلانتيشن. نفس الكلام زي ما قلت لحضراتكم، الاكسبوجر في الاكيوت فيز حوالي 85% بيتحول الى كرونيك، 15-20 بيحصل له ريزوليوشن، بيحصل بعد كده سيروزس وفايبروزس وبعد كده هيباتوسيلر كارسينوما اند ترانسبلانت او المرض الفيروس بيتنقل عن طريق الدم. وفي طبعا علامه استفهام ليه بعض الدول الفيروس منتشر فيها بكميات كبيره جدا، وعلاقه ان هو بينتشر عن طريق الدم، بس طبعا وسائل الانتشار عاده للاسف الشديد بتكون الوحدات الصحيه نفسها. يعني ليه وحدات صحيه اللي هي المفروض تبقى انفكشن فري يونت، يعني وحدات خاليه من عدوى، هي دي المكان اللي المرضى بيجي لهم منهم اكتر حاجه. المريض بيجي له الفيروس منين؟ بيحصل له بلاد ترانسفيوجن، بياخد راحه الدم، او بيروح لعياده اسنان مش نظيفه، او بيروح لحلاق، او بيروح لوحده غسيل كلى اللي الاجهزه هناك مش مقننه او مش مترقبه، بياخد الفيروس عن طريق الدم. العلاج بتاع الفيروس سي، العلاج التقليدي عباره عن انترفيرون وريبافيرين، ده العلاج مكلف وعلاج بيستمر حوالي 24 اسبوع او اكتر. علاج كمان له سيفير سايد افكت، بيعمل ديبريشن للمريض وبيعمل كمان سيفير انيميا. كان في حد في الزملاء امبارح سالني على الادويه الحديثه واسمائها، فانا النهارده جبت لسته بكل ادويه الهباتيتس سي الموجوده حاليا. في عندي دوايين اللي هم البوسي بريفير وكلا بريفير، الدوايين دول اتوافق عليهم من وزاره الصحه الامريكيه في 2011 وفعاليتهم عاليه ضد الفيروس. اللي اخطر من كده الدواء اللي هو اسمه سوفو سبوفير، ده اتوافق عليه في ديسمبر اللي فات، يعني من حوالي الشهر اللي فات،
الدواء دوت التقرير الطبيه بتقول ان فعاليته ضد هيباتيتس سي بتعدي ب 95% وممكن يتاخد من غير انترفيرون ولا ريبافين، بتاخد لوحده وبيتاخد عن طريق الفم غير الحقن وغير الحاجات دي. للاسف هو سعره غالي جدا، تقطيع السعر او المبدئي له كان حوالي $1,000 للقرص الواحد، والمريض يحتاج حوالي من 12 الى 24 قرص. ولكن دي الاسامي الحقيقيه للادويه ديت. لو حد كان في، انا سالت السؤال ده امبارح على الناس اللي هي كانت عايزه تعرف اسامي الادويه الموجوده حديثا. اللي احسن من كده كمان، عايز تعرف ايه اللي بيحصل في الدنيا في الهيباتيتس سي فيروس، في ويب سايت اسمه hcvdrugs.com. ده بيراقب جميع شركات الادويه اللي في العالم اللي مطوره ادويه، يقول لك الدواء الفلاني توافق عليه او ما توافقش عليه، او في كلينيكال ترايل 1 او 2 او 3، وبيشتغل ايه بالظبط والشركه بتنتجه مين. الويب سايت ده فيه حوالي 85 دواء كلهم تحت الايه؟ تحت التطوير. فلو عندك عايز تبقى انت مطلع على ايه الادويه احدث حاجه بتحصل في السي، هو ده الويب سايت دوت hcvdrugs.com، بيراقب كل المراحل التطويريه لاي دواء على هيباتيتس سي في العالم. اللي هو دي صوره من الويب سايت على فكره. احنا حسينا ان عاوزين نعمل هيباتيتس سي فيروس تيست. قلنا احنا بنشتغل على العلاج، العلاج بياخد فترات حوالي لغايه 10 سنوات. اي دواء عشان يتطور ويعدي مراحل الاختبارات المختلفه زي كلينيكال، يعني بنطور الدواء وبنجربه في مزارع الخلايا وبعدين بنجربه في الحيوانات وبعدين نخش كلينيكال ترايل 1 و2 و3. الكلام ده ياخد حوالي من 10 الى 15 سنه وبيكلف تقريبا $1,000,000,000 دواء واحد. طبعا بيقول شركات صناعيه ضخمه كده. احنا بدانا المراحل الاولانيه في الدواء، ولكن قلنا مش هنسكت لغايه لما نقعد الوقت الطويل دوت. فاحنا عاوزين نعمل، نهاجم المشكله. الهيباتيتس سي فيروس مشكله ليها كذا ضلع. في مشكلة الفاكسين، مفيش فاكسين، في مشكلة الاختبارات الطبية، في اختبارات طبية موجودة ولكنها غالية وكتير منها غير دقيق، وفي مشكلة الأدوية، وفي مشكلة الوعي. فاحنا بدأنا نهاجم الفيروس كمجموعة بحثية على عدة محاور. الدواء بدأنا نشتغل فيه، بدأنا نشتغل في موضوع الإيه؟ الدياجنوزيس كمان. هو احنا قلنا ليه؟ احنا قلنا في سوشيال بين هنا، أو في جاب في الماركت بتاع التستنج. لان الاختبارات الطبيه حاليا بالنسبه لهيباتيتس سي فيروس، لو الطبيب اشتبه في مريض عنده فيروس سي بيطلب منه يعمل اختبار اجسام مضاده دواء. بيكلف حوالي من 20 الى 40 جنيه بيعتمد على المعمل، والنتيجه في هذه الحاله لو النتيجه موجبه ده بيعني فقط ان المريض تعرض للفيروس سي وليس عنده فيروس سي. لان احنا انا لو تعرضت لاي فيروس جسمي بيعمل اجسام مضاده له. هذا لا يعني ان انا احمل الفيروس، ولكن هذا يعني ان انا تعرضت له. هل جهاز المناعه بتاعي كان قادر على ان هو يشيل الفيروس من الجسم او غير قادر؟ ده عايز اختبار تاني. فالدكتور بيطلب من المريض ان هو يعمل اختبار للاجسام المضاده، ولو اجابه موجبه بيرجع للمريض للطبيب تاني ويقول له الاجابه موجبه، يقول له ارجع تاني اعمل لي اختبار بي سي ار. ايه بقى اختبار البي سي ار؟ مش بيبص على الاجسام المضاده اللي الجسم عملها ضد الفيروس، بيبص على الجينات بتاعه الفيروس نفسها. في الحاله ديت لو الاجابه موجبه هذا يعني ان الفيروس موجود في جسم الانسان، وهذا يعني ان الانسان حامل للفيروس وقادر ان هو يعدي اخرين. هنا بقى الموضوع جد. الموضوع جد، لابد من تقييم المريض ونشوف بدا صلاحيته انه ياخد علاج، لازم نمنعه انه يدي دم، لازم يتقال له انه لو راح لعياده اسنان او لو راح يعمل عمليه حتى لوز او اي حاجه، انه لو راح لحلق لازم يقول ان عندي سي، لازم يتعامل بحذر مع اولاده والناس اللي موجود في البيت عشان ما ينقلهمش المرض، لان في يا جماعه في علامه استفهام على انترا فاميليال ترانسميشن اوف ذا ديزيز، يعني نقل العدوى من فرد في الاسره الى الافراد الاخرين نتيجه لعادات صحيه غير صحيحه. طيب الله، طب لو الطبيب ليه ما بيطلبش على طول ان المريض يعمل البي سي ار عشان يعرف الفيروس موجود ولا لا؟ ايه لازمه اللفه بتاعت الاجسام المضاده ديت؟ علشان التكلفه. اختبار الاجسام المضاده بتكلف من 20 الى 40 جنيه، في مصر الثاني بتكلف من 400 ل 600. فهو بيحاول يعرف لو الاجابه تطلع سالبه يبقى خلاص عرفنا من بعيد ومش لازم نعمل اختبار البي سي ار. فاحنا قلنا لا، يبقى احنا
وبعدين ده مشكله لان دلوقتي لازم المريض يروح لعياده الطبيب وعياده للمعمل للطبيب الاول ياخد الاوردر ويروح للمعمل يعمل الاجسام المضاده ويروح ويرجع تاني ياخد النتيجه ويعمل معاه تاني مع الدكتور ويروح تاني يعمل البي سي ار وياخد النتيجه ويرجع تاني للدكتور بيضيع حوالي 5-7 ايام في لفه الايه الدياجنوزس. احنا قلنا لا احنا هنعمل اختبار رخيص تقريبا بسعر اختبار الاجسام المضاده ولكنه يعرف وجود الفيروس في الدم بالجينات بتاعته ويديني اجابه مباشره عشان الطبيب يقدر يتعامل مع المريض ده بسرعه. استخدمنا جزيئات الذهب النانومتريه وصنعنا نصنعها في المعمل عندنا باستخدام تكنولوجيا النانو وبدانا نطور اختبار علشان نتعرف على الجينوم بتاع الهيباتيتس سي فيروس في الدم. هو ده الاختبار انا شرحته يعني مش عايز اخش في الناحيه التكنيكيه بتاعته ولكن بسهوله احنا عملنا تريننج للجرونال بارتيكل اللي هي الكورونا احمر باستخدام جزيئات من الدي ان ايه او من الجينات اللي هي بتقدر تتعرف على الفيروس سي ولما بتلاقي الفيروس في عينه الدم المريض بتبدا تتجمع حواليه واللون هذا بيتحول من اللون الاحمر الى اللون الازرق وبتدي لي فيجوال سيجنال بقدر اعرف ببص على تيست تيوب ان المريض ده عنده سي او ما عندوش سي. لو بدانا نقارن التكنولوجيا اللي احنا طورناها بالحاجات الموجوده في السوق هلاقي ان سعر القاسي بتاعي طبعا في ناس تقول ممكن ده انت بتستخدم جولد نانو بارتكل ده ذهب ذهب غالي. هذا كلام غير صحيح. احنا بنطلب 1 جرام من الذهب حاجه اسمها جولد تتراكلورايد او يعني ذهب رباعي الكلورين ثمنه حوالي 200 يورو يعني حوالي 2000 جنيه الجرام الواحد بس ده كافي ان هو يغطي لي 10,000 اختبار. يعني 2000 جنيه بيعمل لي 10,000 اختبار يعني تقريبا 2 من 10 عرب بقول جولد بقى ولا يعني عمليه ذهب وعمليه غالي ولا غالي ولا حاجه يعني بتستخدم كميات ضئيله ضئيله جدا لكل اختبار. لو هنعمل مقارنه سريعه بين الاختبار اللي احنا طورناه والاختبار الموجود في السوق هنلاقي السوق 400 ل 600 جنيه احنا بنتكلم على حوالي 50 جنيه تكلفه مبدئيه ده بيحصل على خطوتين علشان اقدر اعرف المريض عنده اصابه جعده نشطه ولا لا ده خطوه واحده ده بياخد عده ساعات عشان يطلع نتيجه اختبار واحده ده بياخد حوالي اقل من ساعه ده تكنولوجيا معقده انا التكنولوجيا بتاعتي سهله ده بيعوز لاب مجهز تجهيز عالي انا مش محتاج ادفانس انفراستراكشر واخيرا التكنولوجيا الموجوده في السوق بتكون عايزه هاي ترين تكنيشن انا بالنسبه لي عايز تكنيشن عنده انترودكتري ليفل في اللاب سكيلز عشان يعمل الايه الاختبار بتاعه وده اللي حدد الايه اليونيك سيلينج بوينت بتاعه التكنولوجيا بتاعتي علشان اخش الماركت بتاع الهيباتيتس سي فيروس تيست. عملنا اختبارات على عدة مجموعات من المرضى، عملنا ترايل على 45 بيشنت الأول، عملنا تجربة ثانية على 75 بيشنت، عملنا تجربة ثالثة على 20 بيشنت، وحالياً بنحضر علشان نعمل اختبارات لحوالي 1500 بيشنت. وطلعت النتيجة إن بالنسبة للحساسية بتاعت الاختبار بتوصل لحوالي 90%. الكي فاليو بروبوزيشن بتاع الاختبار بتاعي إن هو إيه؟ أفوردبل. المريض العادي يقدر يوفر ثمن هذا الاختبار هو سنسيتيف وسبيسيفيك يوزر فريندلي رابيد وروبست مش محتاج اكويبمنت معقده زي الاختبارات التكنولوجيه الموجوده في السوق وفي نفس الوقت ممكن يوصل للمرضى الوسطاء اللي هم محتاجين لهذا الاختبار بالذات لو عندي عدد كبير جدا من المرضى حسب تقرير منظمه الصحه الدوليه بالنسبه للسي بالنسبه لمصر معدي حوالي 20% اخر تقرير طالع في سنه 2012 نسبه كبيره لو انا في وزاره الصحه او بحاول اعمل سكريننج لاعداد كبيره محتاج اختبار تكلفته قليله علشان اقدر اعمل سكريننج او سكاننج لعدد ضخم جدا من الايه؟ من الناس. مش عايز ممكن في الحته ديت الاختبار طبعا اكيوريت وان اكسبنسيف ورابيد واتشيف دياجنوزس اكتف اتش سي في انفكشن تقريبا في خطوه واحده سهل ومش محتاج انفراستراكشر معقد. بدانا ننشر الكلام ده يا جماعه بعد ما عملنا حوالي 3 براءات اختراع لان بدانا نعمل اول براءه اختراع باستخدام جزيئات ذهب نانومتريه متحضره بطريقه معينه. بدانا نطور في هذا الكلام وبدانا نعمل انوفيشن كفريق وبدانا نغير في الجول نانو بارتكل نعملها بطريقه مختلفه وندخل معاها ماجنتيك نانو بارتكل فعملنا براءه اختراع ثانيه وبعدين بدانا نفكر الله لو انا بقدر اعمل ديتكشن للهيباتيتس سي فيروس بتكنولوجيا النانو طب ليه ما اعرفش اعمل هذا الكلام لاهداف ميكروبيا اخرى؟ فبدانا نعمل اختبار ثاني لميكروب اسمه اسنتوباكتر، الاسنتوباكتر ده ميكروب بيكون موجود في المستشفيات والمريض بيروح المستشفى بحاجه عنده حاجه يعني حاجه مختلفه تماما يروح المستشفى ياخد الاسنتوباكتر يموت بيه. يعني هو ياخد الاسنتوباكتر في المستشفى
مش رايح بيه، رايح حاجه بسبب تاني تمام. والتعرف على مكتوب الاسئله اكتر ده صعب جدا، في تقريبا بيتعملوا تقريبا حوالي 25 اختبار عشان الناس تتاكد ان ده ايه اسيمتوباكتر. فاحنا عملنا اختبار باختبار الجولدن بارتكل اللي احنا نعمل كشف عن الاسيمتوباكتر باستخدام الجولدن بارتكل. بدانا برضه ندور اختبار تاني باستخدام الجولدن بارتكل علشان نكتشف ميكروب السول، وبدانا نسيب بقى حته الانفكشس ديزيز ديت او الامراض المعديه ونخش على دلالات الاوراق او وبدانا نشتغل على البلادر كانسر او سرطان المثانه، وبدانا نتعرف على اللي هي دلالات اللي سرطان المثانه باستخدام برضك جزيئات النانو بارتكل. فبدانا كل مره بنعمل حاجه نبدا نعمل ايه برضك قرا عليها بقى اجيب واحد ورا الثاني ورا الثالث. وهي ديت الميزه انك انت لما بيكون عندك فريق بحثي بتبدا تعرفوا السكه وبتقدر تعرفوا يعني ايه انوفيشن، وبتقدر تعرفوا الولاد شاطرين جدا مش دعوه بيهم، انت بس بتدي لهم ثقه في نفسهم يو كان دو ات وما تجيليش، روح اعمل اللي انت عايزه، تيجي لي بس لما يكون عندك مشكله، ما تقوليش ما في ناس في طلبه كان ساعات بتيجي لي من جامعات يعني واخدين على سيستم معين، كل يوم الصبح يجي لي ايوه دكتور اعمل ايه؟ اقول له روح احنا عايزين نعمل حاجه الفلانيه، انت روح اعمل اللي عايز تعمله، يجي لي ثاني يوم دكتور اعمل ايه النهارده؟ مش عارف، عايز حد يقول له يعمل ايه؟ طبعا في خلال 3 4 ايام الطالب ده بقول له انت في المجموعه البحثيه الغلط. انت ما ينفعش هنا، كل واحد وهو مسؤول عن نفسه. انا اعطيتكم تكليف ان تقول لي الحاجه الفلانيه، انت تدور، انا مش هشيل شغل واقعد اقرا لك، انت اللي تقرا وانت تيجي تقول لي انا اعمل، انت تيجي تعلمني. انا استاذ كبير وكل حاجه وعندي خبره هايله، بس في النقطه دي انت المفروض بتقرا احسن مني والمفروض تيجي تقول لي انت تعلمني. فبتدي للطالب او المجموعه البحثيه الثقه ان هي تتحرك لوحدها، مجرد انا ببقى كوردينيتور زي مدرب على 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 على, على جنب الملعب من بره. اقول لهم انا المدرب، انا بس اديك تعليمات وتوجيهات انت تشتغل مش دعوه بيا. فلازم تعلمه الاندبندنس وان هو ياخد الانيشيتيف والدرايف ويتحرك لقدام ويتبنى الموضوع ده، هو الموضوع ده بتاعه وهو اللي هيتصرف. عندي طلبه كانت بتبات في الكليه. يعني يقول لي دكتور انا بايت من يوم الخميس وانا اجي له مثلا يوم الاحد. اقول له انت ماشي شكلك عامل كده ليه؟ يقول لي معلش انا بايت من يوم الخميس، بايت ليه؟ عشان الاجهزه عليها زحمه فانا بايت علشان استخدمه بالليل من غير ما حد يقول لي سيبني او انا مش فاضي الجهاز او الجهاز مشغول، يبدا يبات جمعه وسبت الجامعه قافله وهو بايت عمال يستخدم الاجهزه. بدانا ننشر الكلام ده بعد مرات اطلاعات في عده مجالات دوليه زي الكلينيكال بايو كيمستري واللاب ميديسن والاكسبرت ريفيوز، وبدانا نطلع في اهم المجالات في الدنيا كاخبار في مجله النيتشر ميدل ايست والنيتشر اوتلوك ومجله ساينس الانيا. دي مجال ساينس ودي مجال نيتشر. بعد ما عملنا كل الكلام ده احنا يعني طبعا يعني الكلام ده ماشيين بيه واحده واحده، عملنا ابحاث طلعنا نتائج لقينا حاجات جديده، عملنا براءات اختراع نشرنا، وبعدين مش عارفين نعمل ايه. ففوجئنا ان منظمه العلوم والتكنولوجيا اللي هي في الامارات العرب ساينس اند تكنولوجي فاونديشن عامله مسابقه اسمها تكنولوجي بزنس بلان كومبيتيشن، يعني مسابقه اللي كانت بتاعت انتربرنورشيب، وكاتبه 8 مجالات من ضمنهم الطب، كاتبه طب وطاقه وبيئه وكذا حاجه. فرحنا مقدمين كفريق ان احنا نخش بالجولدن بارتكل. دخل معانا حوالي فوق ال 100 فريق من كل الدول العربيه بالشرق الاوسط في 8 مجالات. صفينا مرحله اولى وثانيه وثالثه ووصلنا النهائيات واخدنا مركز اول. ده اول حاجه عملناها، بس كان الطريق المسابقه انه كان معتمد على 3 حاجات. اول حاجه انك انت بتعالج مشكله في المجتمع، اللي بيعمل حاجه فانسي، اللي بيعمل حاجه يعني مجرد ما لهاش يعني قيمه او الحاجه يعني زياده عن اللزوم او ترفيهيه ما كانش انترست، قال لك عالج مشكله في المجتمع. الخاصيه الثانيه ان يكون عندك بزنس بلان حقيقيه، والحاجه الثالثه ان يكون عندك انتربرنورشيب او سوشي حاجه ليها مردود اجتماعي وبزنس بلان، والحاجه الثالثه تكون انوفيشن وتكنولوجي. هو ده الثلاثة كرايتيريا اللي كانوا بيقيموا عليها جميع المشاريع. فعملنا فريق وسميناه نانو دياجنوستكس، وده كان الرمز بتاعتنا ساعتها، حتى احنا كنا بنقلس بنقول جولد نانو بارتكل انسايد، ده يعني حسب الانتل على كل كمبيوتر بيكتب لك كده انتل انسايد، احنا سمينا جولد نانو بارتكل انسايد. وده لما خدنا المركز الاول، لما خدنا المركز الاول في الامارات تم ترشيحنا ان احنا نشترك في مسابقه انتل العالميه اللي شركه انتل في السيليكون فالي كاليفورنيا، فرحنا يو سي يو سي بيركلي ونافسنا مع كل الاوائل من كل منافسات التكنولوجي بزنس على مستوى العالم. الصين خدت مركز اول وروسيا ثاني واحنا خدنا في مركز ثالث عالم، لاول مره في تاريخ المسابقه ان فريق عربي يصل الى هذه المرحله. رجعت المركز الجامعه الامريكيه
رحت لقيت بقى طب نعمل ايه تاني؟ يعني عملنا ابحاث، طلعنا نتائج، عملنا براءه اختراع، نشرنا المقالات، دخلنا بيزنس بلان، كسبنا هنا وكسبنا هنا، طب نعمل ايه؟ رحت طلع رئيس الجامعه. قلت له يا دكتوره انا عايز، دكتوره اندرسون، انا عايز عاوزين نعمل سبيت اوف كمباني، ما انا جاي من طرف امريكا بقى لي 14 سنه قبل ما اجي الاي سي، فعارف ان في الحاله دي لازم اعمل سبيت اوف كمباني. فما اتعملتش قبل كده سبيت اوف كمباني، فجيت طب نقعد نتكلم. قعدنا نبني السيستم بتاع ان احنا نعمل سبيت اوف كمباني والحاجات الليجال والريجوليشن ما كانش موجود، ما فيش ولا شركه طلعت من جامعه قبل كده في مصر خالص. على مدى 20 شهر سنه و10 شهور سنه وكام سنه و8 شهور بنناقش اللايسنس وبنيجوشيت وبنعمل السيستم لغايه ما في شهر 9 اللي فات عملنا سبيت اوف كمباني، وكان حدث كبير في مصر، وانشانا اول شركه تجاريه وسميناها دي كيميا. دي كيميا طبعا احنا قعدنا ندور على الاسم دي كيميا، يعني دي كيميا ده كل ما نطلع اسم نحطه في جوجل يطلع كذا واحد واخدين الاسم ده. فماشيين مع الولاد بتوعي في الجامعه، في عندنا محل، عندنا منطقه المطاعم، ففي محل اسمه دي سلطه وبيبيعوا سلطه فعلا. فواحد قال دي سلطه، ما دي كيميا. قلت له خلاص يبقى هي دي كيميا. فعملنا دي كيميا بس كتبناها بطريقه معينه، وهي اصلا كانت جايه من فكره دي سلطه. على فكره اختيار الاسم ده صعب جدا جدا، اصعب انك انت لو بتسمي طفل صغير مولود، وهي شبه كده بالظبط يعني. عملنا، بدانا نعمل حاجات ثانيه، بروتوتايبس، ونصنع سيلفر نانو بارتيكل، وبدانا نحرر نعمل اختبارات اخرى، وبدانا نعمل هذه المباريات اختراع زي ما قلت. الماركت سايز كبير جدا، بيوصل في مجال الموليكولار دايجنوزس لحوالي 6 مليون دولار في حوالي سنه 2014 و16. فاحنا بنشارك في او بنحاول ناخد جزء من الكيكه من ماركت كبير جدا. بدانا ندور على انفستورز، وبدانا ندور على سي او للشركه. الحمد لله توفقت وجبت سي او كان خريج جامعه ام اي تي في الولايات المتحده وهو مهندس. وبدانا نضم الفريق، وبدانا نطلع حاجات، يعني حتى الاجهزه اللي بتعطل بدانا احنا نعمل بروتوتايبس لها، لان الافكار كتيره من الفريق وكل واحد بيطلع فكره، وبدانا ندور على الحاجات، وبدانا نفوجئ ان الحاجات الاجهزه الغاليه اللي هي بتكلفنا فلوس كتير جدا وبنلاقي صعوبه ان احنا نجيبها بتبقى موجوده على اي باي. الاي باي اللي هو زي سوق دوت كوم كده بتاع امريكا، اروح الاقي الحاجه العدسه او جهاز صغير او شركه بتعمل يعني كلوجر وبتبيع الحاجات كده بتاعتهم باوكشن، نشتريها ونجيبها. نلاقي شركات في كوريا بتعمل حاجات رخيصه جدا بس افكتيف جدا. بدانا نصنع حاجات، بدانا جبنا 3D برينتر اللي هو طابعه ثلاثيه الابعاد اللي بنحط لها شريط بلاستيك بدل ما نحط لها ورق، وبدانا نعمل الحاجات بالفعل. لما في عندي جزء عايز اعمله بمواصفات معينه بدانا نبنيه فعلا بالمعنى. كانت خبره جميله جدا. هو يعني وبصراحه يعني هو ده انا في رايي افضل طريقه للتعليم وافضل طريقه لانك تعمل باحث، انك انت مش تديله كورسات ومناهج، هو محتاج الكلام دوت انت لغايه البكالوريوس. بعد كده هو المفروض يعلم نفسه، فالولاد بيتعلمهم من واقع ان هو عنده مشكله وبيحاول يحلها. هو بقى بيروح مش يقعد بقى بيعمل تشاتنج، لا ده بيروح يقعد على النت يعمل يعمل سيرش كي وورد، يخش على مكتب براءة اختراع يعمل ريسيرش، يخش على فاطمة يعمل ريسيرش، قاعد طول النهار والليل بيدور على معلومات. والفرق المنافسة من بتاعتنا اللي هي منافسة معانا وصلت لغاية فين، واحنا ممكن نسابقهم فين وما نسابقهمش فين. احنا طبعا احنا عملنا يعني بدانا نعمل سبين اوف كمباني، وبدانا عملنا انكيوبيشن في الجامعه الامريكيه حاليا لغايه ما ناخد المقر بتاعنا وننتقل. كان في عده اسباب بالنسبه لنا ليه احنا اخترنا الجامعه الامريكيه علشان او نستنى فيها يعني ك ك ك كسبين اوف كمباني ونبي انكيوبيتد ذير، علشان اكسس الايكويبمنت. قلنا عبال ما نجيب الايكويبمنت بتاعتنا ودي هتاخد وقت عشان يعني الريجوليشنز والشحن والكلام دوت، احنا عايزين نشتغل بسرعه فخلينا في الاي يو سي. الحاجه الثانيه علشان اكسس للايجنتس وبرضك الاوردر بتاعت السبلايز. دي الخطه بتاعتنا. طبعا احنا ناويين ناخد ايزو سيرتيفيكيشن للاوبريشن كلها، لان احنا بدانا طبعا عشان بنعمل ميديكال ديفايس لازم ناخد ابروفر، ما بقدرش انزل السوق من غير ريجوليتري ابروفر. احنا قلنا اسهل بالنسبه لنا ان احنا ناخد السي اي ابروفر بتاع الاتحاد الاوروبي، وسي الاتحاد الاوروبي بيفتح لنا الاسواق الاوروبيه والاسواق الثانيه في ميعاد السوق الامريكي. السوق الامريكي محتاج اف دي اي، الاف دي اي معقد وبياخد وقت طويل، فانا ناخد الاول السي اي. بس السي اي مطلوب ان انا لازم يبقى عندك انت الاول ايه؟ ايزو. فبدانا ناخد ايزو، بنجهز المعمل انه ياخد ايزو علشان لازم كل المنتج يكون منتج تحت مواصفات قياسيه.
البورد اوف ادفايزر في شركه كينيا بيشمل دكتوره ليسا اندرسون اللي هي البريزنت بتاع جامعه امريكيه في القاهره، دكتور عبد الله النجار البريزنت بتاع العرب ساينس اند تكنولوجي فاونديشن، ودكتور جين زارسكي ده دايركتور اوف هيباتولوجي في جامعه جرينوبل في فرنسا. احنا ناويين ان شاء الله نعمل فرع للشركه في الولايات المتحده بعد ما نحصل على نتائج معينه ودعم الانفستورز، فهنحاول نعمل ان شاء الله بعد نجاح الفرع المصري ان شاء الله هنعمل فرع المتحده لاسباب كثيره من ضمنها اسباب تجاريه والفلكسبيليتي بتاع الفاينانشال سيستم في مصر لانه يقبل انفستور جداد وتخش عشان السكند راوند فاندنج ان شاء الله. ديت رمز شركه ديكيميا الجديد اللي بدل احنا غيرنا كلمه نانو دايجنوستيك ديت اللي هي ديكيميا، وده الشعار بتاعنا نوبل دياجنوستيك سوليوشن، وده الويب سايت بتاعنا لو كتبت كده ديكيميا www.dikimia.com هتلاقي الشركه بتاعتنا وفيها معلومات عننا. انا بس بحب الفت النظر الى ان دور المجموعات البحثيه احنا بنشتغل في الهباتيتس سي فيروس مش فقط من الناحيه البحثيه وليس فقط من الناحيه التجاريه او من ناحيه البزنس، ولكن احنا عندنا جينيوان انترست ان احنا نساعد المجتمع ونلمس المشكله ديت ونحاول ناثر فيها شويه. فاحنا لقينا قلنا الله، طب احنا دلوقتي بنشتغل على دواء وفي نفس الوقت طورنا اختبار وبنحاول نحوله لبروتوتايب وننزل السوق بيه علشان نساعد المرضى، بس لقينا ان في عنصر برضك ناقص اللي هو مجموع موضوع الايه؟ الاويرنس او الوعي. فبدانا احنا الفريق بتاعنا البحثي بدانا نعمل حملات توعيه. اول حاجه بدانا بيها عملنا حمله توعيه في الجامعه الامريكيه. على مستوى الجامعه كلها وعملنا اختبار ببلاش ل 400 واحد من الجامعه الامريكيه وحضرنا قلنا لهم لازم اول خطوه في الوعي لازم تعرف الاول انت موجب ولا سالب، لازم اول حاجه تعرفها عشان تمنع انك انت تنقل هذه العدوى الايه لاخرين. فبدانا نعمل عملنا عمليه اختياريه جابنا 400 واحد، يعني احنا اضطرينا نوقف علشان ما كانش معانا فلوس ندفع لنقل لهم ببلاش، فوقفنا لان ما عندناش فلوس نعمل تيستنج لناس اضافيين. دي صور احنا جبنا فريق حاجه اسمها بروكيور اللي هم زي بيعملوا اطروبات يعني، فطبعا شايف هو عامل ايه الافندي ان شاء الله. واحد تاني هنا تقريبا في الوضع طائرا قدام سته قاعدين يعني عشان يجذب الطلبه، ما هو الطلبه هتجذبهم ازاي؟ لازم تعمل شو ويجذبهم بعدين نبدا نوزع لهم البروشور بعدين نتكلم عن هيباتيتس سي فايروس. لان انا فوجئت ان ناس كتير جدا مش عارفه يعني ايه هيباتيتس سي فايروس علما ان هو على يمينك وشمالك في كل حته مش عارف يعني. بدأنا نعمل كمان حملة توعية وبدأنا نقول احنا يعني هنبدأ نوصل الى مجاميع تانية، بدأنا نخش لشركات صناعية ونجيب العمال ونحاول نوعيهم علشان نحد احنا قلنا اهم حاجة انك تحد من انتشار المرض. بدأنا رحنا لشركة لقرية صغيرة في مصر مش لازم تحديدا نذكر اسمها، وبدأنا نعمل حملة توعية في القرية دي واستخدمنا مبدأ الأسرة اللي سميناها ايه؟ سميناها الجايدنج فاميلي، الأسرة المرشدة. قلنا القرية طبعا فيها ناس كتير بسطاء مش متعلمين، فبدأنا نختار البيوت اللي فيها ناس متعلمين وبدأنا نحط عليها العلامة الحمراء المدورة دي يبقى دي أسرة مرشدة. وقعدنا مع الأسرة المرشدة اللي هم فيهم قيمة تعليم كويس وعلمناهم علشان هم يعلموا العناصر الثانيه والتانيين يرجعوا لهم ويعلموهم ازاي يحموا نفسهم من عدوى السي علشان نضمن اكبر امباكت للكامبين بتاعنا على القريه. شكرا يا جماعه. نشكر سعادة الدكتور محمد حسن محمد عزازي على الطرح الشيق ولعل نفتح المجال في أسئلة أو استفسارات. سرعة المعلومات القيمة والتي سوت لها سواء الناس اللي أصابوا الخبرة أو الناس الجدد، تساؤلي عن مدى تسجيل الاختبار اختبار التهاب الكبدي للهباتيتس سي في وزارة الصحة العربية. هذا سؤال. السؤال الآخر، أتذكر أنه كانت إشكالية انتشار المرض في جمهورية مصر العربية كان بسبب يهداء الملاريا وإعطاء حقوق لليوتاكاريك أسيد ضد الملاريا، فهل هذا حقيقة أم خيال؟ أوكي. هو طبعاً سؤالين مهمين جداً. إحنا بدأنا من الماركتنج استراتيجي
من او ناحيه التسويق التجاريه عندنا يعني طبعا يعني مش عايز يعني اتكلم عن اسراره لكن احنا لنا بزنس بلان ولنا ماركتنج استراتيجي او الاستراتيجيه التسويقيه احنا بنعتمد اكتر مش عايزين نخش من وزاره الصحه المصريه حاليا بالنسبه للابروفال ولكن نحاول نجيب اللي هي الموافقه الاوروبيه الاول ده كان الاستراتيجيه بتاعتنا ودي هتبقى مبنيه على ايزو عشان يسهل لنا سواء بالنسبه للسوق المصري او بالنسبه لاسواق اخرى كتيره ثانيه فاحنا مركزين الاول على السوق على موافقه الاتحاد الاوروبي ده بالنسبه كاختيار مننا احنا الحاجه الثانيه بالنسبه لنشاه الفيروس سي مصر او سببه طبعا هو الهايبوثيسز اللي هو او الافتراض او النظريه اللي هي مش عايز اقول ان هي اكثر قبولا يعني بس مش اكثر قبولا يعني الاكثر انتشارا اللي هو كان نتيجه لعمليه التطعيم ضد البلهارسي او علاج البلهارسي من ان المرض بينتشر اكثر المشكله الهباتيتس سي هي مشكله طبيه هو بيصيب الكبد وبيعمل مشاكل كبيره جدا للطبيب دي حاجه ولكنه لا يصيب الكبد بس ده الكبد واجهزه ثانيه فبيعمل مشكله كبيره جدا للمريض بس كمان له ابعاد ثانيه للاسف متجاهله بطريقه او باخرى لو له بعد اجتماعي هو سوشيال ستيجما بمعنى لو حد عنده هباتيتس سي يتجوز ازاي مثلا دي مشكلة فبالتالي الحاجة التالتة ما بيساعدش الشباب ان هم يجي لهم عقود عمل خارج مصر لو هو موجب من السين فبالتالي له بعد اقتصادي وبيساعد في البطالة فلابد انا لذلك انا دايما بتكلم بقول الهباتيتس سي يا جماعة ما هياش مشكلة طبية دي مشكلة متعددة الجوانب لابد من فرق متكاملة زي فريق البعثي متعدد الخبرات محتاجين برضك فريق متعدد الخبرات علشان يحصل المشكله لان هي فقط لا النظر اليها كمشكله طبيه فقط مش كافي. يعني في كثير من الجهد مطلوب على مستوى الوعي، على مستوى الاويرنس، على مستوى العلاج، على مستوى التشخيص، على مستوى الفاكسين، على مستوى التعامل مع الجوانب الاخرى اللي هو ده السيكونس. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا دكتور. انا شايف. حضرتك اتكلمت عن المزايا بتاع التحليل الفيروس سي. نعم. النانو كورس. نعم. هل قالك يا معلم ازاي احصل على التقنيه دي؟ وهل حضرتك هتوفر لي تريننج فيها؟ بالظبط، احنا حاليا بنطور وبنعمل اوبتمايزيشن لغايه لما نشوف ان هنعمل تجربه على 1500 مريض تقريبا بالمقارنه بالتكنولوجيا الموجوده في السوق حاليا. فده اللي بيحصل بالتطوير، في خلال تقريبا سنه او اقل المفروض ان التكنولوجيا دي وصلت لمرحله ان نعمل عمليه هو عليه احنا بنعمل الفا تيستنج في الوحدات بتاعتنا. بعد كده نوصل للمرحله الجايه اللي اسمها بيتا تيستنج، يعني هنيجي معمل زي حضرتك ونقول لك كل التست دوت تقريبا ببلاش وهنيجي ندربك ونقول لك لما تجي لك عينه من مريض بتشتغله بالطريقه العاديه بس لو انت بتشتغله بالطريقه العاديه اعمل لنا والنبي لو سمحت ايه الطريقه ديت وقول لي ايه الاخبار. وبعد ما ضربك عليك بدأ بنسمي هذا الكلام بيتا تيستنج وده يعني تقليد متبع في جميع الشركات اللي بتطور ايه اختبارات ان هي بتعمل الاول الفا تيستنج وبتجربه في عندها وبعد كده بتبدا تتصل بعده مراكز طبيه وتبدا تقول لهم لو سمحتم اعملوا هذا عندكم والنتائج دي بيعتبروها في الحاله ديت بيتا تيستنج. بعد بيتا تيستنج بنحصل على الموافقات من الجهات الصحيه علشان ننزل بعد كده الماركت. تمام؟ بالنسبه لقسم الطالبات أسئلة بالنسبة لقسم الطالبة. السلام عليكم. عليكم السلام. بعدين كنت هتفكر بس عايز أسأل في الكيس بتاع الدياجنوستيك بتاع هيباتيتس سي فيروس لو أنا درست خبر أكتر أنت ذكرت كان إنه المفروض الأكتمر البيتر إنه يكون دي إن إيه أكتمر ذان أر إن إيه لأنه بيحتوي على إنزيمات بتعمل كروس ريأكشنز فالهباتيتس سي فيروس هو سنجل ستراند ار ان اي وفي انزيمات بتعمل كروس ريأكشن فانا ممكن استخدم الابتمر دايركتلي للانزيمات دي ولا لا؟ وبعدين في سؤال ثاني الاليزر ممكن استخدم بدل الانتيبودي الابتمر ولا ما في فاسيلتي؟ تمام من الناحيه النظريه انا هجاوب على السؤال الثاني الاول من الناحيه النظريه ممكن استخدم ابتمر في اختبار اليزا ودي حاجه احنا اتكلمنا عليها امبارح بيسموها ايلونا
اللونه بيكون ساندويتش من انتبادي وبعدين بيمسك التارجت وبعد كده بيجي ابتمر يعني بدل ما بستخدم انتبادي انتبادي ساندويتش ده في حاله الاليزا بستخدم انتبادي ابتمر ساندويتش في حاله الالونه فده بالنسبه للانتكشن كابتمر هل ممكن استخدم ابتمر ضد واحد من الانزيمات بتاعت الكابل عشان اعمل انترفيرنس واعمل انتربشن للابيلتي اوف ذا فيروس تو ريبليكيت وبالتالي يعتبر دراج نظريا الكلام ده صحيح ولكن هل يمكن تطبيقه وهل يمكن ان انا اوصل الابتمر للخلايا الكابل اللي هي مصابه بالفيروس عشان اعمل انترفيرنس للابيلتي اوف ذا فيروس وسيرت انزيم اوف ذا فيروس اند بروتينز تو ريبليكيت الكلام دوت بينتظر تجاوب لكن من ناحيه نظريه هذا الكلام يمكن تطبيقه ارجو ان اكون جاوبت على السؤال يعطيك العافية جزيلا. شكرا. معلش يا دكتور سأل سؤال. في التقنية بتاعت النانو ممكن نستخدمها كليها كنيس في المستشفيات أهم شيء طبعا السترايزيشن للإكويبمنت يعني نستخدمها. بقول تقنية النانو. ايوه ممكن تخبرك كوكتيل سترايزيشن بالنسبه لنا كناس في المستشفيات يعني بس بنهتم بالنسبه للاكويبمنت كده بالظبط ففي حاجه عن الحكايه دي ولا لا؟ بالظبط هو دلوقتي طالما بتتكلم مستشفيات او وحدات طبيه بتقدم خدمه لمريض مفيش حاجه تخش المستشفى او وحده طبيه ما لم يكن موافق عليها من وزاره الصحه فلو ان في اختبار بيستخدم النانو بارتيكل على فكره في اختبارات كتيره موجوده في السوق بتستخدم تكنولوجيا النانو بارتيكل وتحديدا الجو نانو بارتيكل ومتوافق عليها وزاره الصحه وحضرتك يمكن تستخدمها في المعمل يمكن ما يعني ما تاخدش بالك اول لكن مفيش حاجه بتخش طالما وحده صحيه بتقدم خدمه لمريض من غير موافقه الجهات المسؤوله من ناحيه الريجوليشن. الريسيرش بنعمل زي ما احنا عايزين لما بنعوز نخش نخدم مريض لابد من الريجوليتوري ابروفال. بس انا بقول لحضرتك مكرر مره ثانيه ان في عده اختبارات موجوده حاليا في الماركت بتستخدم الجول نانو بارتيكل ولكن معظمها او كلها انتبادي بيز يعني بتعتمد على انتبادي انتيجين رياكشن ومعظمها بيكون بوينت اوف كير تيستنج. عليكم السلام. حسن أنا سعيد فيك أول شيء، ثاني شيء حزين إن إحنا ودعك معك. أهلا وسهلا. سؤال عفوا طلب نصيحة للطلبة اللي هم انترستد باي تكنولوجي ويبغوا يكملوا مشوارهم في هذا المسار. بس. والله هو المطلوب إن شاء الله والدكتور عبد الله هنتكلم معاه في الموضوع ده إن شاء الله. يعني أعتقد إن طبعا الطالب محتاج انفايرمنت. محتاج بيه. اتمنى يعني ان شاء الله انا شايف بصراحه يعني يعني حاولت كلمه دلوقتي لكن يعني ما شاء الله يعني في بصراحه جهد كبير جدا موجود وانترست عالي انا على مدى ثلاث ايام دول بعد كل محاور ما بنناقش محاورين او ثلاثه الناس بتسال اسئله متقدمه مش اسئله استفهاميه مش مثلا وضح لي دي تاني او انا مش خدتش بالي لا ده هو بيسال المعلومات استقبلت وبدا يفكر وبدا يوصل للمرحله الثانيه في بعض الناس بدات وهي قاعده تقول لي طب ليه ما نعملش كده ويكون فعلا معمول كده فدلوقتي العمليه واضح ان في انترست عاليه ودي حاجه خطيره جدا يعني وجود الانترست دي اخطر حاجه اهم حاجه ان يكون في انترست بعد كده كل حاجه سهله ولكن ارجو ان يكون في سنتر او حتى معمل واحد حتى يبقى منطقه لنواه لمركز بحث حتى لو معمل واحد حتى لو معمل واحد مش لازم يتعامل متخصص في الابحاث، ممكن يكون معمل بتاع التدريس، مش في معمل تدريس موجوده، ممكن استخدم معمل التدريس بعد الطلبه بيمشوا يبقى ناخدوه بارت تايم، وكنا بنعمل كده في الجامعه الامريكيه في وقت من الاوقات ما كانش عندي معامل، كنت بستخدم معامل التدريس بعد الطلبه يروحوا كنت اخش المعمل واسيطر عليه ويبقى كده، انا قصدي اقول ان لابد من وجود مكان ده يبقى اسمه معمل ابحاث، حتى لو معمل ابحاث بارت تايم مش فول تايم. وبعدين الطلبه اللي انترست في الابحاث تيجي الدكاتره اللي انترست في الابحاث يجوا يقعدوا يعملوا برين ستورمنج. برين ستورمنج يعني نجيب بيتزا نجيب كبسه نجيب اي حاجه ونقعد ونتكلم وناكل الانفايرمنت ريلاكس
بنحاول نفكر في طب ايه المشاكل الموجوده، طب ممكن نعمل ابحاث في ايه، طب ممكن نجيب عينات من مين، ممكن نجيب دكاتره مين، ممكن نبعت واحد مننا يروح يتعلم ايه ويرجع تاني، ممكن نجيب مين من مجال تاني ويعلمنا الحاجه الفلانيه، ايه الاجهزه اللي احنا مطلوبه مننا، نجيب فاندنج منين، يبدا يحصل نواه للحركه. فهو ده الخطوه الاولى، مكان وافراد، ويبدا يتعرف. اول ما تبقى في مكان وتبدا ترفع الرايه وانا بعمل هنا ابحاث، صدقني هتلاقي تبدا الناس تجي لك والحاجات تجي لك، تبدا تتعرف على الطريق. شكرا. اعطيتك يعني ان شاء الله. شكرا. مع نهايه المحور الاخير لهذا اللقاء، نصل الى نهايه المطاف، نهايه هذا اللقاء العلمي الطبي الشيق. لا يسعنا حقيقة إلا أن أتقدم لسعادة الدكتور حسن محمد عزازي الشكر الجزيل، وذلك صارت عن نفسي ونيابة جميع الزملاء في كلية بريدة الأهلية. أيضا الشكر موصول لجميع الأخوة اللي دعموا هذا اللقاء، سواء بالحضور مؤتمر الزملاء والزميلات وقسم الطالبات، كذلك اللجان المنظمة والأخوان في الدعم الفني. أما الآن لعلنا نستمع إلى كلمة ختامية من قبل سعادة الدكتور رئيس مجلس الأمناء الدكتور عبد الله مصارف شتيت. نعم. تفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الحضور والأخوات الحاضرات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ختام هذا اللقاء العلمي الطبي في استخدام تقنية النانو، لا يسعنا إلا أن نقدم الشكر الجزيل لمقدم هذا اللقاء الأستاذ العالم الدكتور حسن محمد عزازي الذي أتحفنا طيلة 3 أيام في محاوره التي استمتع واستفاد منها كل ما هو متخصص في المجال الطبي، سواء أساتذة جامعات أو أطباء أو باحثين أو حتى طلاب مرحلة الدراسة العليا والجامعية، فله منا جزيل الشكر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. والشكر موصول لجميع الجهات الراعية لهذا اللقاء، وبالأخص بنك الجزيرة كراعي رسمي وصاحب الجزيرة الراعي الإعلامي وبقية الجهات المشاركة ومشاركة الرعاة، فلهم منا جزيل الشكر، وأثروا هذا اللقاء بدعمهم. والشكر أيضا موصول لجميع اللجان العاملة سواء اللجان العليا واللجان التنفيذية في إحياء هذا اللقاء من خلال الترتيب والإعداد والتنظيم. وختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق سعادة الدكتور بما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الآن كلمة يلقيها الأستاذ الدكتور حسن محمد عزازي راعي هذا الحفل. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. أنا أشكر الله سبحانه وتعالى إن بعد 37 سنة لما كنت هنا في القصيم من 37 عام، سنة 72 لغاية 77، قعدت هنا 5 سنين في القصيم. ربنا سبحانه وتعالى يعني شاء ان انا اجي القصيم من صغير واخذ الشهاده الابتدائيه والشهاده المتوسطه من رياض الخبرة، ثم من مدينه البكريه. وليا ذكريات جميله جدا وانا صغير هنا حقيقه يعني. وبعد كده رجعت مصر ولفيت العالم بعد كده، من اول اليابان ولغايه كندا وامريكا والدنيا كلها. وبعدين اردت سبحانه وتعالى مره ثانيه ان انا اجي على القصيم ثاني. زميلي الدكتور محمد سعيد بيقول لي ان عايزك تيجي في الجامعه في السعوديه
عايزك تيجي في الجامعه عندنا بس احنا ما عندناش مركز ابحاث. قلت له انت فين يعني؟ قال لي انا في بريده. قلت له بريده ده انا مولود في جنب بريده او متربى في جنب بريده هو فوقي يعني. طبعا كنت سعيد جدا بدعوه الدكتور محمد او بتوسطه ليا ان انا اجي هنا اهوت ودعوته ليا. طبعا يعني شكر جزيل وعرفان يعني كبير لسعاده الاستاذ الدكتور عبد الله الشتاوي. يعني انا بصراحه يعني لم ارى يعني انتباه للتفاصيل الدقيقه يعني كنت شوف الكلام دوت لما كنت عايش في الولايات المتحده ان هو بينتبه، لكن هذا الكلام انا بقراه في الولايات المتحده وهنا من الدكتور عبد الله الشتاوي يعني ادق التفاصيل يعني تم اخذها في الاعتبار من لحظه هبوط الطائره. من انا كنت جاي من جده من لحظه هبوط القاهره يوم السبت الساعه 9 وربع صباحا الى الان ولغايه ما ان شاء الله ماني مغادر يوم الجمعه، يعني انتباه شديد للتفاصيل وكرم وتكريم ويعني وعنايه فائقه. يعني انا شخصيا عاجز عن الشكر ومش لاقي كلام الا ان سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يجازيه خيرا عن كل اللي بيعمله. انا ارى ايضا ان كليات بريده الاهليه والقصيم كامله محظوظه ان يكون في اشخاص زي الدكتور عبد الله الشتاوي، راجل يعني انتربرونور بالظبط. يعني حقيقه انا قلت له هو انتربرونور يعني راجل ريادي للاعمال شعر من النشاط. يعني انا طبعا مراقب، انا مراقب كويس جدا يعني انا مراقب باخد بالي يعني كباحث. فيعني ما شاء الله عليه هذا العناصر هتؤدي فعلا يعني في خلال 5 سنوات عشان توصل كليه بريده الاهليه الى هذا المستوى اللي انا شفته يعني بسرعه، يمكن ما شفتوش بدقه، ولكن انا ان شاء الله متوقع ان في خلال فتره وجيزه ان كليه بريده الاهليه ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى اولا ثم دكتور الشتاوي وجميع الزملاء. طبعا يعني انا شفت مجموعه زملاء، انا مش شاطر في موضوع الاسامي ما بقدرش افتكر اسامي، ولكن مثلا كل الصف الامامي تقريبا بالاستثناء يعني انا كلمت معاهم ناس طبعا على يعني قيمه علميه وقيمه اخلاقيه راقيه جدا جدا، وطبعا جميع الزملاء الموجودين يعني بيبتسموا بطيبه صادقه وفطره يعني ممتازه. ويعني انا بقول لحضراتكم يعني انا شاكر جدا ان كنتوا رجعتوني بريده تاني، انا مكان عزيز على قلبي وانا سعيد ان انا جيت. وان شاء الله ارجو ان انا دي الحاجه اللي هتفرحني اكتر ان المناقشات على مدى 3 ايام دول على مستوى 18 محور والمناقشات اللي شفتها مع الناس، وزي ما قلت يمكن وانا قاعد دلوقتي ان الناس بتسال اسئله مش استفهاميه. انا راجل مدرس بقالي مدرس في الجامعه بقالي حاجه 20 سنه فانا بعرف اقيم الاسئله جايه ازاي. ما بيسالوش اسئله استفهاميه بمستوى المعلومه بيوصل بيكلمني في المرحله التاليه واتس نيكست، يعني هو عايز يروح فين؟ بيسالني حاجات توجيهيه، طب نبدا ازاي؟ طب نروح فين؟ سمعت كلام ان الناس انت غيرتنا، انت غير تفكيرنا، احنا دلوقتي سمعت ان في دكاتره في تخصصات ثانيه عايزه تحول تبقى بايو كيمستري وميديكال، مع ان هم مالهمش علاقه خالص بالكلام دوت، ولكن ده حاجه جميله جدا. انا سعادتي الحقيقيه ان شاء الله في الزياره القادمه الاقي ان في ان شاء الله مركز بحثي للنانو تكنولوجي والبايو ميديكال تكنولوجي، وان بريده والله انا فعلا انا انا انا, أنا بحب التحدي فعلا عشان تعرفين يعني كباحث كليه بريده. اي كليه بريده طبعا مش يعني تعطي مثل وتعطي بصمه للجامعات السعوديه ومش للسعوديه بس وللعالم كله. انا يعني انا دايما بعمل انا يعني انا تشالنجر بحب التشالنج بحب التحدي ما بحبش حاجات سهله. زي ما قالوا يقولوا لي احنا نعمل سبين اوف كومباني ازاي والتقاليد والقوانين وعد 20 يعني لغايه ما عملنا سبين اوف كومباني باذن الله سبحانه وتعالى وضربنا مثل الاخرين نفس الكلام ان شاء الله. انا اامل في الله سبحانه وتعالى ان بالجهد الموجود حاليا ونزود عليه ونساعده ونوجهه ان شاء الله سبحانه وتعالى كليه بريده الاهليه هتدي بصمه في البحث على الرغم من عمرها القصير، وهذا هتدي اشاره للجامعات الثانيه انها تشتغل اقوى من كده كمان ان شاء الله. وانا اتمنى لكم الله سبحانه وتعالى ان هو يحفظكم ويبقي على روح الود والمواد الموجوده هنا ان شاء الله، حاجه بصراحه جميله جدا وربنا يبارك فيكم ويعني ويحفظ لكم هذه الروح الطيبه ويوفقكم ان شاء الله، وشكرا جزيلا.
أما الآن نستمع إلى كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز البصري، فمن تفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي الدكتور حسن محمد عزازي كحد أحد أفراد هذه الكلية، الدكتور الأستاذ الكبير بروفيسور أستاذ الجامعة أستاذ عرف قدره فوصل صيته إلى كليات بريده الأهلية، أستاذ الكيمياء الحيوية في جامعة ميرلاند في الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس الفريق البحثي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأستاذ 18 محور بحثي في كليات بريده الأهلية. هو ليس غريبا، هو أحد أبناء القصيم، نشأ بعض طفولته وأول شبابه في القصيم، فهو قصيمي منشأ، فليس لنا حق بأن نعتبره ضيفا، فهو واحد منا وجزء منا، نحس بإحساسه ونفتخر بحضوره. الأستاذ حسن أحد الأساتذة الذين مروا على كليات بريده الأهلية، وتشرفت هذه الكليات باستضافتهم، ولا شك أن أبناءنا الطلاب لهم حق أن نختار الشخصيات البارزة في العالم العربي ليكون لهم تأثير في نمو الفكر العلمي لدى أبنائنا الطلاب. كليات بريده الأهلية تستضيف الكثير في شتى التخصصات، وتحتضن أيضا الكثير، وهي الآن مستعدة لاحتضان أول ندوة في المملكة العربية السعودية في مجال الحقوق نسائية 100%، أول ندوة حقوقية نسائية في المملكة تستعد كليات بريده الأهلية لأن تكون راعية رسمية لهذا اللقاء، أو أحد الرعاة الرسميين لهذا اللقاء، كما أنها تستعد أيضا لأن تكون راعية أو أحد الرعاة الرسميين للقاء المحامين في المملكة العربية السعودية، اللقاء الثامن الذي سوف يعقد في ميدان الملك خالد الحضاري إن شاء الله في 19 من الشهر الرابع، 19 أيضا من فبراير، ليكون ثورة حقوقية على مستوى المملكة العربية السعودية. فهنيئا لهذه الكلية بهذه الوجوه الطيبة مثال الأستاذ، وهنيئا لهذه الكلية بأن تكون داعمة وراعية لكثير من الفعاليات العلمية، سواء في المجالات الإنسانية أو المجالات البحثة أو البحثية عموما. وهذه الكلية ولله الحمد أعضاء مجلس الإدارة والمؤسسون يدعمون بسخاء، ولاحظت وإن كنت رئيس لمجلس الإدارة وأحد المؤسسين، لكن لاحظت دائما إجماعا منقطع النظير في الدفع بسخاء. الراعي الإعلامي صحيفة الجزيرة. الرعاة المشاركين
الشركة الفنية لتوطين التقنية. مصنع اليرموك الحديث. مجموعة سليم. مؤسسة الزايدي للمستلزمات الطبية. اللجان المنظمة. أولا اللجنة العليا. والآن يأتي تكريم ضيف اللقاء العالم الأستاذ الدكتور حسن محمد عزيز. تسليم الأستاذ الدكتور حسن جائزة كليات التشجيع البحث العلمي الطبي في مجال تقنية النانو. اللجان المنظمة للقاء. أولاً اللجنة العلمية. دكتور علي بن محمد المحيميد نائب رئيس اللجنة العلمية. الدكتور محمد بن عبد الله القرعاوي عضو اللجنة العليا. الدكتور محمد بن عبد الرحمن الزهيري عضو اللجنة العليا.
الأستاذ أحمد بن صالح الغفيص عضو اللجنة العليا. ثانيا اللجنة العلمية الدكتور محمد سعيد عبد الحي رئيس اللجنة العلمية. Gracias.
الاستاذ عبد الله الجفاري عضو لجنه التقنيه. الاستاذ ميرزا عامر عضو لجنه التقنيه. خامسا لجنة التسجيل مهندس وليد السيد إبراهيم رئيس اللجنة. مهندس محمد عبد العاطي نائب رئيس اللجنة. الأستاذ محمد عبد الله المسلم عضو لجنة التسجيل. عضو لجنة التسجيل. الأستاذ بدر السعوي عضو لجنة التسجيل. الأستاذ حسن يوسف عضو لجنة التسجيل. سادسا لجنة إصدار الشهادات. الأستاذ هاني عرفة رئيس اللجنة. Thank you.
الأستاذ محمد المحيمير عضو لجنة الخدمات المساندة. الأستاذ ناصر الماضي عضو لجنة الخدمات المساندة. محمد عيد عضو لجنة الخدمات المساندة. محمود محمد عيد عضو لجنة الخدمات المساندة. محمد راغب عضو لجنة الخدمات المساندة. تاسعاً اللجنة المنظمة للقاء بقسم الطالبات، رئيسة اللجنة الدكتورة دعاء فتحي عبد العليم، عضو اللجنة الدكتورة هند إبراهيم باز، عضو اللجنة الدكتورة هند فتحي عرفات، الأستاذة لطيفة حمد الزيدان، الأستاذة لطيفة سليمان المهاوش، الأستاذة ميسة إبراهيم محمد، الأستاذة واضحة خالد المهنة، الأستاذة منيفة خالد الشمري، الأستاذة تهاني محمد المغيثيب، الأستاذة ولاء أحمد عصام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه ده يا شباب؟